مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منورنا على شاشتكم شاشه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور الحديث فيه عن مباراه الاهلي ان شاء الله والفيصلي، يعني ان شاء الله غدا ان شاء الله. كل التوفيق للاهلي، دعوات كل الجماهير المصريه والاهلاويه تحديدا باجتياز هذه البطوله وحصد هذه البطوله وهذه الكاس لتضاف الى الكؤوس العديده الممتلئه بها يعني دولاب النادي الاهلي ما شاء الله، يعني حاجه كبيره ان شاء الله. هنوسع الدولاب ده ان شاء الله في السنة دي، نحصد كمان كأس مصر وإن شاء الله إن شاء الله كأس أفريقيا. يعني قبل ما أدخل معاكم في التفاصيل ونستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار كابتن ربيع ياسين وكابتن سمير كمونة، عايز أقول لكم أخبار. نبدأ بالحكم، حكم مباراة الأهلي والفيصلي الحكم الموريتاني لمغفري. أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم إدارة لقاء الأهلي والفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية للحكم الدولي الموريتاني علي لمغفري، بينما يدير الحكم السعودي تركي الخضيري أو الخضيري لقاء الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي. كمان خبر نيبوشا مواجهة الأهلي بالدوليين لا تقلقني، يعني ماشي براحتك. أكد نيبوشا المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني أنه سيخوض لقاء نصف نهائي البطولة العربية بطموح الفوز، من حقك طبعا، من أجل تحقيق التأهل للدور النهائي. وأضاف: نحاول أن نقدم كل ما نملك من أجل المواصلة، وهدفنا التأهل للدور النهائي والفوز باللقب. وأشار إلى أن عودة القوى الضاربة للأهلي بنجوم الدوليين لا تقلقه تماما، لأن المباراة في النهاية بين فريقين كبيرين على أرض الملعب. وأبدى نيبوشا حزنه نظرا لإصابة بلال ويدر، مؤكدا أنه لاعب مهم وينتظر عودته سريعا. وأكد مدرب الفيصلي أن الفوز على الأهلي في لقاء دور المجموعات ليس معيارا للانتصار عليه في لقاء نصف النهائي، وأنا بأكد كلامك ده. يوسف الرواجدة كابتن منتخب الفيصلي: جاهزون للقاء الأهلي وجاهزون للفوز على الأهلي. مش كل مرة بقى كابتن يوسف. قال يوسف الرواجدة قائد فريق الفيصلي الأردني أن لقاء فريقه مع الأهلي تعتبر مواجهة كبيرة، مشددا على أن فريقه جاهز لتحقيق الفوز في لقاء نصف النهائي بالبطولة العربية. وقال الرواجدة خلال مؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والفيصلي أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي في نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية. يعني كل واحد بيحلم وأحلام مشروعة جدا، لكن أعتقد أن مش كل مرة هتسلم الجرة يا كابتن يوسف. يعني خبر مهم جدا جدا، 8 أغسطس موعد بدء الموسم الجديد للدوري المصري. أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم أن مسابقة الدوري الممتاز الموسم الجديد ستبدأ يوم 8 أغسطس المقبل، على أن تنتهي المسابقة في 22 مايو 2018. حاجة زي الفل، وكلنا كنا بنتمنى أن الدوري يبقى ليه بداية وليه نهاية محددة، مش هبقى يعني إن شاء الله يخلص شهر 5 2018، مش هنقعد بقى شهر 8 وشهر 9 والكلام اللي احنا شفناه السنة دي. جاء قرار الاتحاد بعد الاجتماعات التي عقدها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع أعضاء الجبلية. ده كان خبر، يعني إن شاء الله 8 أغسطس موعد بدء الدوري ونهايته إن شاء الله في 22 مايو، ده بعد الاجتماعات اللي عقدها عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. وطالما قلنا عامر حسين، نقول ان عامر حسين صرح وقال قرعة نصف نهائي البطولة العربية متفق عليها قبل انطلاق المنافسات. للناس بقى اللي بتحب تتكلم كتير والهري يعني واللت والعجن اللي حصل ان الاهلي والفيصلي والدنيا متظبطة، يا جماعة والله العظيم عيب، والكلام ده اصلا مش في مصلحة الكرة المصرية ولا في مصلحة البطولة، البطولة على ارضنا لما نقول الكلام ده عيب. يعني ما احنا على فكرة، يعني انتوا اللي سخنتوا الاهلي ان هو ينافس على البطوله دي. الاهلي كان داخل بالصف الثاني عشان يشوف اللعيبه، وكابتن حسام سافر، يعني كان الموضوع باين قوي ان الاهلي مش في دماغه البطوله العربيه، كان في دماغه ان هو يقف على حاله اللعيبه للحكم عليها من قبل الجهاز الفني، ده كان هدف الاهلي الاساسي. لكن الاهلي خسر الدنيا قامت، فالاهلي لا، اقول لكم هو مين الاهلي، انا هقول لكم بقى مين الاهلي، او الاهلي بيقول انا لا، احنا هنقول مين احنا الاهلي بقى، خلاص احنا هنهتم بالبطوله قوي وهنلعب وهناخد البطوله ان شاء الله. لكن الاهلي ما كانش داخل هدفه البطوله، فلما تقولوا ان الاهلي متفصل له الاهلي والفيصلي عيب، عيب يعني الاهلي مش محتاج خالص الكلام ده. يعني كان يعني
يعني بصراحة كلام فاضي جدا، كلام فاضي جدا جدا جدا. لما حد يقول ان الاهلي يتفصل له حاجة، بالعكس الاهلي مرعب لأي نادي، وانتوا عارفين تاريخه، ومش محتاج حد يتكلم على الاهلي، الاهلي بيتكلم عن نفسه في كل مكان وفي اي مناسبة وفي اي زمان وبأي اجيال وبأي لعيبة. الاهلي هو الاهلي. الاهلي زي ما قلت لكم هدفه كان تجربة اللاعبين. حضراتكم لما اتكلمتوا وسخنتوا النادي قال لك خلاص احنا هنعرفكم مين الاهلي تاني، طالما انتوا بقى بتتكلموا الاهلي خسر وكده وخلاص. الاهلي ان شاء الله قابل مين مش هيقابل مين. الاهلي عمره ما فكر هيقابل مين يا جماعه، يعني خلوا الكلام ده عيب، الكلام ده عيب بصراحه. صرح عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكره وعضو اللجنه المنظمه البطوله العربيه بان النظام الحالي للبطوله تم تعديله والموافقه عليه قبل انطلاق البطوله، واشار حسين الى ان اجراء قرعه الدور نصف النهائي كان متفق عليها مع محمد روروا رئيس اللجنه المنظمه، والتي محمد روروا اسف رئيس اللجنه المنظمه الذي اقر باقامه قرعه بين الانديه العربيه المتاهلين الى نصف نهائي البطوله. واكد حسين ان الدليل على صحه موقف اللجنه المنظمه عدم تقديم اي نادي بشكوى رسميه. كلام منطقي جدا، يعني لو كان في والله ما عايز اقول، يعني كلام فاضي بصراحه انا مش عايز اقوله تاني. واكد عامر حسين ان الدليل على صحه موقف اللجنه المنظمه عدم تقديم اي نادي بشكوى رسميه احتجاجا على قرعه او اجراء هذه القرعه، وهو ما يؤكد ان الازمه على السوشيال ميديا فقط. احنا بقى عندنا نظريه المؤامره هي التفكير الاول، دايما التفكير الاول عندنا نظريه المؤامره، خلاص بقى كلمه الحق بصراحه او الحاجه الصحيحه اللي بنتكلم فيها لا، احنا لازم الاول نبدا بنظريه المؤامره وبعد كده نبدا احنا نثبت بقى للناس يا جماعه والله العظيم احنا كلامنا صح، والله يا جماعه احنا الناس يعني بنتكلم بمنتهى المصداقيه، يا جماعه احنا بنتكلم بمنتهى الامان، يا جماعه ليه الاهلي يتفصل له ليه اساسا حاجه؟ يعني ما انتوا شفتوا الماتشات وشفتوا المباريات وشفتوا الاهلي كان ليه ضربات جزاء وما اتحسبتش، وشككتوا في ضربه جزاء الاهلي وهي ضربه جزاء صحيحه 100%. مش عارف تتكلموا على الاهلي، تتكلموا على الاهلي اللي هو بينجح اي بطوله، اللي هو حاجه تشرف اي مكان، يعني اللي هو مشرف الكره المصريه، ولا نتكلم تاني؟ كفايه نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير ربيع ياسين والكابتن الكبير سمير كمونه. فاصل استنونا. بحضراتكم من جديد، يعني انضم لي النجمان كبيران نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين. شرف منورك. اهلا بيك يا فريد، دايما منورنا ومشرفنا، موفق دايما ومتالق دايما التوفيق ودايما شيك. اشكرك. ودايما كسبني كده في الشاشه، لما قعدت تقول لي المناديل يا ميدو وقعدت تنيمني لغايه اللي خلاص دلوقتي انت لا شيك انت برضه، ربنا صبر شيك، ربنا يخليك ربنا يخليك. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن سيد كمون. كابتن منورني دايما وموفق عليا النهارده في اللبس. لا لا انت شيك جدا، انا متناصر زي الفل يعني الحقيقه. ربنا يخليك يا رب. يعني محور الحديث بتاعنا كابتن ربيع عن مباراه الاهلي والفيصلي، والمباراه اللي هي يعني خدت ضجه اكبر من حجمها كنادي الاهلي قبل الفيصلي في الماتش الاول بالصف، مش هنقول الصف الثاني خلاص هم اثبتوا ان هم صف اول، لكن طبعا جماهير النادي الفيصلي عملوا ضجه كبيره جدا ان هم كسبوا النادي الاهلي، وده حقهم يا جماعه. النادي الاهلي نادي كبير جدا، الفريق اللي اتعادل معاه لازم يعمل ضجه ويقلب الدنيا ويقعد يتشقلب ويرقص ويفرح عشان تعرفوا قيمه النادي الاهلي، لكن اعتقد الموضوع صعب جدا 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 ان هو يتكرر يا كابتن ربيع. ان شاء الله الاهلي مرتين يعني كل شيء وارد في الكوره، لكن لعب يعني كانت ظروف عدم توفيق اولا. لو سير المباراه فنيا الثلاثه قدام فرصه، هم راعوا فرصه بخطا مننا سجلوها، احنا ما سجلناش من ثلاث فرص منهم هدف 100%، يبقى ده توفيق وعدم توفيق مش يمنى، وعندنا مجموعه نواقص كثيره جدا واخد بالك، وبرده كان في ناس بعاد دخلت دلوقتي ما شاء الله. والاهلي عمره في بطوله زي دي معلش يوصل قبل النهائي وما وصلهاش وما ياخدهاش ان شاء الله تعالى، على مدار السنين كلها اللي عشناها وشفناها وجربناها. تمام. فالموضوع مختلف تماما، دفع كبيره كثيره جدا، خد بالك الثقه، وفي نفس الوقت عوده النجوم، عوده الانسجام، عوده التفاهم، عوده التركيز بسرعه، يعني ما ينفعش قبل النهائي وانفرط فيه بسهوله. وفي نفس الدوار دوافع ان في هزيمه في اول مباراه في البطوله دي عند لعيب النادي الاهلي، يعني ما بتمرش مرور سهل ابدا، فالدوافع كثيره جدا عند لعيب النادي الاهلي، وعارفين قيمه البطوله على زائد عوده الجمهور. النهارده يبقى في حوالي 25,000 بامر الله تعالى
ورا الفريق زي ما كانوا في الماتش اللي فات موجودين لحد الدقيقه 3 والاهلي واقف بفضل الله ثم جمهور وسجلنا هدف الفوز عن طريق عمرو بركات. فدوافع كتيره جدا بامر الله تعالى. الحاله الفنيه المزاجيه من وجهه نظري انا بفضل الله تعالى عند النادي الاهلي اعلى وافضل واحسن. تمام. يعني عشان اتكلمنا عن الجمهور يا جماعه، واحنا قلنا قبل كده ان الناس لاحظت اختلاف الاداء او اختلاف الروح او في حاجه زياده في الروح، وقلنا قبل كده اللي بيطلع الحته دي تحديدا هو الجمهور. مفيش حد يقدر، لو جبنا حتى مين يعني يمسك النادي الاهلي عمره ما يطلع حته يقدر يطلعها حد بس هو الجمهور. يا كابتن سمير، شايف مباراه الفيصلي للمره الثانيه شايفها ازاي؟ يعني المره الثانيه في بطوله مجمعه بنقابل فرقه محترمه وتحترم، لان كل تصريحاتهم عن ثقه. المدرب بتاعهم طبعا بيتكلم بيقول ان النادي الاهلي 11 لعيب واحنا 11 لعيب. تصريحات في قمه القوه والاثاره. طبعا ده حقه المشروع. قال لك 11 لعيب قدام 11 لعيب، مدير فني قدام مدير فني. انا كسبتهم المباراه الاولانيه، انما طبعا عوده بعض اللعيبه الاساسيين اللي الكابتن حسام بيعتمد عليهم اكيد هيصنعوا الفارق. هو ما يعرفهمش او ما خدش باله ان النادي الاهلي لما يكون متكامل ممكن يكسب اي حد في افريقيا او في مصر وعن تجربه. فانا بحيي اللعيبه اللي لعبت الثلاث مباريات، ماتش الفيصلي وماتش الوحده وماتش نصر حسين داي. البطوله طبعا اظهرت مش صف ثاني، فريق كامل متكامل في كل الخطوط، بدايه من الشناوي حراس المرمى خط الظهر، في حسين السيد، في باسم، في نجيف، في رامي نص الملعب. الناس اثبتت نفسها في مباراه الفيصلي والوحده ونصر حسين داي. طبعا عمرو بركات وصالح جمعه وحمودي واسلام محارب، وفي خط الهجوم طبعا شفنا وليد ازار. كل دول الكابتن حسام البدري لو يعني عايز اقول لك غمض عينيه كده وفكر ان هو ينزل 11 لعيب هيحتار دلوقتي هينزل مين بالظبط، بالذات مباراه الفيصلي. ان هم طبعا مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، نص نهائي. النادي الاهلي لما بيوصل للتصفيات النهائيه في كل البطولات العربيه والافريقيه حتى كاس مصر والدوري، اكيد هو بيحسم اللقاء او البطوله لصالحه بحكم طبعا خبرته في مسيرته للبطولات، بالاضافه عنده لعيبه تمتلك القوه والبدنيه والمهاريه زائد الاداء التكتيكي اللي الكابتن حسام محفظهم من اول السنه. فكل دي طبعا عوامل ودوافع تقدر ان انت تعتمد على النادي الاهلي بقوه جامده جدا قدام الفيصلي ان هو يقدر يتغلب عليهم، لان هي فرقه محترمه فعلا. لكن لو انت قارنت الفيصلي والنادي الاهلي تاريخ وبطولات ولاعيبه وامكانيات، النادي الاهلي طبعا اكيد الاهلي طبعا يعني حاجه لا تقارن طبعًا باي نادي. لما تيجي تقارنه بريال مدريد، تقارنه ببرشلونه، تقارنه يعني، لكن النادي الاهلي بره المقارنه تماما بصراحه. يعني كابتن ربيع، يعني خلينا نرجع شويه كده للمؤامره الكونيه. المؤامرة الكونية اللي دايما معمولة وحملة التشكيك، ويعني حاجة صعبة جدا لما يقول لك ان القرعة بتتعمل عشان تتفصل النادي الاهلي عشان ياخد هذه البطولة، وما كانش الكلام ده موجود. ورد الحاج عامر حسين قال يا جماعة ان قرعة نصف نهائي البطولة العربية متفق عليها قبل انطلاق المنافسات. شايف الموضوع ده ازاي؟ وليه يثار مثل هذا الجدل وحملة التشكيك دي في الوقت ده والبطولة معمولة على ارضك؟ انت المفروض تنجح فيها وتكبر فيها، شايفها ازاي؟ ده اول مباراه كمان الاهلي اتهزم فيها، واول مباراه الاهلي اتهزم فيها، والاهلي ما كانش داخل اصلا بطموحات ان هو ياخد البطوله. كان داخل ان احنا زي ما اتفقنا شوف اللعيبه، كابتن حسام يشوف اللعيبه، حتى الكابتن حسام كمان سافر يعني. دي حقيقه. لا، الكبير كبير، واحنا طول عمرنا بنعتمد على توفيق الله ثم الاسباب. الناس مش عارفه ان في اسباب كونيه لابد العمل بيها عشان ربنا يكرمك. 132 بطوله تقريبا في تاريخ النادي الاهلي جد بفضل الله ثم بالعمل والجهد والكفاح والاخلاص والعوامل الاداريه والفنيه، كل واحد دي منظومه كامله متكامله من 1907 ويعرف بتعمل ايه. تمام. ويعرف بتعمل ايه. تمام. فالنهارده مش الاهلي القرعه، هو القرعه، هو قال لك دور الاربعه بالقرعه خلاص، دي بطوله ومنظمينها وفي اتحاد وفي رجال وفي نظام وفي، انما الاهلي بصرف النظر من وجهه نظري انا مش مستني اي فريق. النادي الاهلي بفضل الله تعالى ممكن يقابل اي فريق لانه هو جاهز لاي فريق. بالظبط. من وجهه نظري انا بالزبط. وانا بتكلم بما يرضي الله، والله بالزبط. بما يرضي الله بتكلم بعقل وبعين وبخبرات وبفنيات واداريات. النادي الاهلي بفضل الله تعالى في هذا الوقت
قادر ان اي فرقه تلعبه بامر الله يكسبها بعون الله وتوفيقه. بالظبط. لان ما بتكلم على قدرات عندي قدرات، بتكلم على تشكيل عندي تشكيل، بتكلم على توظيف عندي توظيف، بتكلم على بديل ميدو عندي بديل، بتكلم على حب عندي حب، بتكلم على فنيات عندي فنيات، على جمهور فنيات. كمان فنيات ده انا بشيلك واحده واحده. بالظبط. فنيات عشان الناس ما تفتكرش ان الموضوع فنيات، خد بالك في جوانب كتيره جدا تدريبيه، واخد بالك، وفي جوانب كبيره جدا بيجهزها حسام بدري بفرقته عشان يكسب المباراه. في قراءه منافس، في خد بالك جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طول عمره واثق بنسبه 100%، كلنا قاعدين الماتش اللي فات الاهلي هيكسب، الاهلي هيكسب، ودي حصلت كتير في عهدك وعهد سمير وعهدي ومن ساعه نشأة النادي الاهلي لحد دلوقتي. الدليل ان الكيان بفضل الله تعالى عارف طريقه فين. بالظبط. كيان عارف طريقه فين، طريق البطولات ازاي. بالظبط. والنادي الاهلي خلي بالك برضو في نقطه، عشان برضو بيصرف الملايين يا ميدو عشان يكسب، بيشتري لعيبه. بالظبط. وبيشتري قدرات وبيصرف. كلام كلام مهم جدا جدا دي حقيقه. الناس بيصرف ملايين هشوف النهارده بيكسب وعشان يمتع جمهوره وعشان يجيب بطولات وعشان يعمل مجد وعشان الاهلاوي اللي بيشجع الاهلي ويحبه يسعد. يماشي يقول لك انا بفخر ان اهلاوي، يبقى قاعد في مدرجه كده مبسوط. فهو ده النادي الاهلي. فالنادي الاهلي من وجهه نظري اميده انه مستعد، يجي الترجي يجي خد بالك الفيصل يجي مستعد، لان نملك توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم اللي نملكه مدير فني على اعلى مستوى بجهازه، جمهور على اعلى مستوى، عندنا الجمهور ده حاجه ما شاء الله، حاجه في المنظومه رقم واحد. وبعد كده تملك لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه رجاله رجاله يملكون الروح ويملكون الفكر التكتيك الحاضر الحديث بمفهومه. وفي نفس الوقت عندك اداره، اداره واقفه في ظهر الجهاز، اداره واقفه في وسط اللعيبه، اداره واقفه، مين يملك ده؟ خد بالك. فعشان كده الاهلي انا من وجهه نظري اجهز فرقه في البطوله. انا قلت الكلام ده ميدو بعد هزيمه حتى الفيصل الاردني، قلت لهم اجهز فرقه والفرقه المرشحه للبطوله النادي الاهلي. قلت فعلا احييك على كلام يعني لخصت فيه طبعا حاجات كتير قوي. كابتن سمير لو تحب برضه تضيف تعليق على على يعني حمله تشكيك غير مبرره تماما، يعني خصوصا ان احنا البطوله على ارض مصر، يعني المفروض ان احنا ننجحها، نبطل بقى كلام الجهل اللي احنا بنتكلمه ده وكلام الناس اللي مش شايفه حاجه اساسا. يعني ليه؟ يعني ليه؟ والاهلي من امتى مستنى يعني مستني ترزي خياط له حاجات؟ لا هو طبعا طول ما انت ناجح لازم يكون في ناس بتشك، ولازم تكون في ناس عايزه تبوظ المنظومه الناجحه دي. انت احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في مصر، فده طبيعي جدا ان انت تلاقي ناس بتخرب وناس بتحاول يعني تفسد الميزه اللي انت مستمر فيها على مر السنين. بالظبط. فده طبيعي. احنا مش هنتكلم على قرعه او النادي الاهلي لاعب الفيصلي او لاعب الترجي. انا هقول لك على حاجه، النادي الاهلي لعب اكتر من كده 50,000 مره واجمد من كده 50,000 في البطولات العربيه والافريقيه. بالظبط. ما فيش حد بيقف قدام النادي الاهلي. بالظبط. الحمد لله. انا بكلمك الحمد لله في كل ثقه. مش هنتكلم بقى على 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 موضوع تافه نقول ان البطوله العربيه والقرعه خدمت الاهلي وما خدمتش الاهلي. احنا لو كنا قابلنا الترجي ما فيش مشكله، كانت الظروف برضو متاحه لينا كويسه جدا وعندنا اللعيبه عندها امكانيات وكنا نقدر نتغلب على الترجي كويس جدا بعد عوده اللعيبه اللي هي كانت واخده فتره راحه وكابتن حسام البدري. عشان الناس تفهم برضو ان احنا عندنا صفين دلوقتي، لو عملت كوكتيل كده هيبقوا منتخب انديه. بالزبط. مش منتخب الاهلي، هيبقوا منتخب انديه، منتخب مصر. ان احنا النادي الاهلي دلوقتي يمتلك من العناصر الممتازه اكتر من 15 لعيب. بالظبط. ودي اللي هتقوي منتخب مصر فيما بعد. اكيد. طول ما النادي الاهلي بيبقى فايق، بالاضافه لنادي الزمالك والاسماعيلي برضه، بس النادي الاهلي على راسهم كابتن ربيع، منتخب مصر بيبقى ناجح. وعن دليل وعن ثقه وبراهين والكلام ده كله، ان احنا بنتكلم ايام الكابتن حسن شحات في 2006 و2008 و2010 لما المنتخب كان فيه استقرار وفي نواحي فنيه على اعلى مستوى. صحيح. كنت بتلاقي ابو تريكه، كنت بتلاقي بركات، كنت بتلاقي عماد متعب، كنت بتلاقي شوقي، بتلاقي حسن مصطفى، عصام الحضري، كل دول كانوا متواجدين. جمعه فتحي فتحي سيد معوض، معوض 80% من قوام المنتخب المصري في خلال ست سنوات متتاليه قوام الاساسي من النادي الاهلي. بالظبط. مع بالاضافه لبقيه الانديه. فاحنا بتتكلم على كيان نادي كبير، فلازم طول ما انت ناجح لازم يكون في ناس تقدر ان هي عايزه تبوظ الموضوع. حلو قوي، حلو قوي. كمان يا كابتن ربيع برضو انا عايز برضو الفت نظرك لحاجه، الناس هي دي اللي بتتكلم، هي اللي قالت لك بصوا الاهلي وبصوا روحه لما عمرو بركات جاب الجون، بصوا الاهلي وبصوا روحه ودروس ولازم نستفيد ولازم نتعلم ولازم ولازم ولازم. كلام متناقض دايما دايما، وبنرجع برضو للناس دي هي يتكلموا كلام يعني مفيش حياء بجد يا كابتن ربيع. لا حاليا دلوقتي
الموضوع يعني اقول لك ايه، مش عاوز اقول كلمه يعني، واخد بالك حاليا دلوقتي مش حد بيحاسب حد، ولا حد عنده حياه، ولا حد بيتكسف يعني، ولا حد بيخاف، ما بيحافظش على نفسه يعني. كابتن ربيع ياسين مثلا لما يقعد يتكلم كلام اجيبه الحلقه الثانيه، او انا بلاش كابتن ربيع يعني، انا اتكلم معاكم كلام والحلقه الثانيه اتكلم كلام يتناقض مع الكلام الاول، انتوا هتقولوا ايه يعني؟ هتقولوا ايه؟ والضيوف لما يتكلموا كلام هتقولوا ايه؟ بجد يا كابتن الظاهره بقت يعني منتشره قوي، والاقنعه بقت كتير قوي. اللي عنده مبدا احلى حاجه في الدنيا يبقى انت عندك مبدا، احلى في حاجه في الدنيا يبقى عندك شخصيه. لكن انت تقول الحقيقه وفي نفس الوقت انت عندك رساله قويه جدا انت لازم تحافظ عليها. عدد الساعات اللي بتضيعها دي هتحاسب عليها، فالامانه مطلوبه. الامانه مطلوبه اكيد، واخد بالك اكيد. وفي نفس الوقت النادي الاهلي عارف طريقه، مش هو الاهلي اللي شكلوا عليه، مش النادي الاهلي بالظبط، درست الاهلي خد بالك، الناس كلها بتتعلم منها، الناس كلها بتتكلم عليها، العالم كله بيتكلم على النادي الاهلي، وبيقول لك الروح دي بيجيبوها منين اللعيبه، الفوز ده بيجيبوه، البطولات دي بيجيبوها منين، احنا يا ريت كلنا نمشي في اتجاه الاهلي. خد بالك الاهلي مدرسه كبيره جدا بالظبط، ناس تتعلم منها، وعلى ارض الاجيال على مدار رؤسائه لاعبيه اداراته كلها ناس على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. فالتغييرات دي وارده في نفس الوقت، الامور دلوقتي معلش يعني داخله في بعض يعني. تمام يعني مش يعني كلام كتير قوي في الجزئيه دي، لكن انا عارف ان هو الالفاظ ممكن تبقى صعبه شويه عشان كده هنقفلها. لكن بصراحه يعني يا جماعه يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه يعني، كفايه وشين ثلاثه، مش لازم 900,000 وش يعني. الناس بتشوف وبتسمع، وللاسف دلوقتي يعني، او الاحسن الحمد لله، مش للاسف الحمد لله، ان كل كلمه بنتكلمها متسجله، الناس هترجع لها من 15 سنه هتلاقينا، من 10 سنين هتلاقينا. فيعني حافظوا على حياء يعني وجوهكم شويه. كابتن ربيع يعني كابتن حسام البدري في بدايه مشواره مع الاهلي كان حذر جدا، كان يقول لك ايه، لا انا امن دفاعاتي قوي قوي بحيث انا ما تخش في جون واخطف جون، العب يعني خايف على الشكل العام، عارف ان الفتره كانت في فقدان ثقه شويه، عايز ارجع الثقه النادي الاهلي. الدوري خلص، شكل الكابتن حسام بدري تغير تماما، خصوصا المباريات اللي فاتت، المباراتين السابقتين دول. بدا الكابتن حسام بدري يتخلى عن حظره الدفاعي، بدا حتى تغييراته كمان بقت كلها هجوميه، تخلى المباراه اللي فاتت عن الظهير الايسر ولعب بثلاثه ورا. ايه اللي حرر فكر الكابتن حسام؟ هو ايه اللي غير فكره؟ لا هو بص حضر حاجات كتيره جدا، توفيق الله سبحانه، ثم في قدرات معاه بتساعده على اي طرق، وهو في نفس الوقت المكسب كويس جدا أكيد. المكسب مهم جدا أكيد. جدا اكيد. فالقدرات اللي معاه اعتقد ان احسن قدرات في مصر، تمام، وجاهزه تماما. في نقاط مهمه جدا يا عميدو بالنسبه لاي مدير فني للفرقه الكبيره. طب ممكن اقطعك لان بتتكلم كلام حلو قوي، يعني حضرتك قلت القدرات اللي معاه، طبعا خليك معانا يا كابتن سمير، اتفضل. القدرات اللي معاه تنجح اي حد، احنا شفنا ياما انديه منافسه كان القدرات اللي فيها بتبقى احسن من القدرات، انا بتكلم على لاعبين، لكن الاهلي هو دايما اللي بيكسب في الاخر. طبعا ايوه، لان انا قلت لك خلي بالك المره اللي فاتت الكل بيسعى، قصه كيان، كله بيدافع على الكيان، تمام. رقم واحد انت تمام. جيت عشان الكيان وبتدافع تلعب عشان الكيان، تمام. مش موضوع اجهزه بالظبط، فهو الكيان كلنا بفضل الله بنحافظ عليه عشان نخليه دايما في المقدمه بالظبط. فادي قصه النادي يعني، مش موضوع قدرات لعيبه بس، ممكن يبقى احسن لعيبه، احسن لعيبه، ما اللعيبه اللي عندها فمن هنا انا بقدر اشكل، من هنا بقدر اوظف، من هنا بقدر ابدع. المدرب طول ما بيشتغل في الملعب ومعاه لعيبه واخد بالك، ومعاه فوز ومعاه ثقه ومعاه جمهور ومعاه اداره ومعاه قبل كل ده توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الاسباب دي، بيبدع ويتالق امير، تمام. فالطبيعي جدا مفيش مدرب بيفضل في مثلا يعني المغامرات والمفاجات دي من وجهه نظري لازم تكون موجوده عند الكبار. احنا بنشوف الكبار في اوقات معينه زي ما عمل حسام طبعا حلو. طبعا ما انا بتكلمك في شق فني بحت. حلو قوي الكلام ده يا كابتن ربيع. انت الماتش اللي فات اللي كسبك فضلت على مفاجآت ومغامرات، المغامره اللي عملها، لان هو مش
وبعدين لكن كان قبل كده في نفس الموقف يا كابتن ربيع كان الكابتن حسام برضو بيكون حذر شويه، يعني ممكن يعمل تغييره هجوميه. انا اقصد اقول ايه، ان الضغط اللي كان على الكابتن حسام في الاول هو اللي كان ممشيه في الاتجاه ده. طبعا هو عايز يحرر الضغط شويه، اخذ البطوله، الناس عرفت قدراته الحمد لله، ربنا كرم الامور ماشي في خط. لكن حسام فكر انت كنت تتكلم على بيبتدي بتحفظ دفاعي واخد بالك، هو اعتمد على كده بقى نسبه استحواذ تمرير واخد بالك، كثافه عدديه، شغل تطوير في تطوير في تطوير لحد ما حقق الهدف في الثلث الامامي، كل ده شغل كويس جدا. لكن زي ما قلت لك يا كابتن ميدو ان دايما النوايا والنفوس ثم بعد كده الاسباب اللي اتعلمناها وقريناها واشتغلنا بيها هي اللي موجوده بداخل جهاز النادي الاهلي ولاعيبه النادي. حلو يا كابتن ربيع. كابتن سمير نطلع نشوف الكابتن حسام قال ايه في المؤتمر الصحفي ما قبل مباراه الفيصلي غدا ان شاء الله، ونرجع تعلق على اللي قاله الكابتن حسام بدري. اتفضل. يعني خلينا نقول ان كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، واكيد الاهم في البدايه ان احنا تاهلنا، ومباراه الفيصلي قبل ما اتكلم عليها عاوز اتكلم بشكل عام واقول ان الاربع فرق اللي وصلوا يعني قادرين ان هم يصلوا للدور ده باسمائهم وبتاريخهم، وفي نفس الوقت الاربع فرق عندهم حظوظ، والمباريات اللي هتتلعب بالذات يعني السيمي فاينل سواء احنا مع الفيصلي او الترجي مع الفتح مباريات هتبقى قويه، فكل مباراه ليها ظروفها. احنا مباراتنا مع الفيصلي اكيد مباراه مع فريق كبير، والفيصلي فريق كبير، وانا بكني ليهم كل الاحترام. اكيد كل فريق مننا هيحاول طبعا انه يفوز بالمباراه ديت لانها في غايه الاهميه، بتصل بيك للنهائي، هو ده كل تفكيرنا وده اللي احنا بنفكر فيه ان شاء الله. والدليل على كده ان احنا يعني حتى القوام اللي احنا جايين بيه بنامل ان شاء الله ان احنا نكمل بعد كده ان شاء الله، فده كل تركيزنا في المرحله. وهي انت عارف البطولات بتبقى مراحل، وصلنا مرحله بنفكر فيها نتخطاها الاول ان شاء الله، ونفكر في اللي بعد كده ان شاء الله. سؤال تفضل. ان شاء الله. عايز اسالك على تقييمك للاداء الاهلي المباراه الثلاثه في يعني انا مش هقدر اجاوب عليك بالتفاصيل، لان في حاجات بحتفظ بيها لنفسي، ولسه انا في بطوله ولسه عندي مباريات، فمش هكلمك بالتفصيل في اي حاجه. لكن اكيد احنا بقول كل مرحله وكان لنا فيها اهداف. احنا بدانا البطوله وباكد طبعا ان احنا كنا مركزين ان احنا ناخد البطوله، لكن كان عندي اهداف اخرى. انا عندي لسه ان شاء الله مشوار افريقي، وعندي موسم، وعندي كاس مصر مباشره بعد انتهاء البطوله ديت، وعندي تلاحم في الموسم اللي جاي، فكنت لازم افكر بمنطقيه وعقل ان انا ما يبقاش في حماس بس في تفكيري لمجرد البطوله. لكن كنت البطوله طبعا بدايتها مركز طبعا ان انا افوز وان انا اصل ان شاء الله الى ابعد حاجه، وان شاء الله كمان اخد البطوله. وده بالفعل يعني في اللعيبه اللي شاركت كلها لعيبه بينتموا للنادي الاهلي وموجودين في قائمه النادي الاهلي، فاكيد عندي ثقه فيهم كبيره. ويمكن البعض اللي بيقعد يقول انت بعد الاساسيين وبعد، لا هي مش اساسيين، لان كل دول لعيبه مهمه عندي، لكن هم اللعيبه اللي لعبوا طول الموسم كم اكبر من مباريات، لعبوا بشكل متواصل، هم اللي رايحوا. فالمرحلة اللي فاتت طبعا الحمد لله وفقنا فيها، ولو ان طبعا اخر مباراة هي اللي كانت الفيصل بالنسبة لنا، وساعات بتبقى في اثارة، لكن احنا بنحب طبعا ان احنا نصل ونتأهل قبل ما نحط نفسنا في مواقف صعبة، لكن هي دي كرة القدم. لكن اللعيبة الحمد لله كانوا موجودين وكانوا موفقين وكان عندهم مسؤولية، لكن كل تفكيرنا في الوقت الحالي بقول المرحلة اللي احنا فيها ان شاء الله مباراة الغد بإذن الله ان شاء الله. مش هقول لك طبعا، ما انا مش هديك تفاصيل، انا لسه عندي مباراه بكره، هل انا هقول انا هلعب ازاي واحط، مش هديك تفاصيل يعني، يبقى الاسئله خلينا ايجابيين يعني. يلعب على ايه؟
لا فريق طبعا فريق جيد، فريق كبير، وبقول كل الفرق الأربعة اللي وصلوا لهذه المرحلة يستحقوا بأسمائهم وبتاريخهم وبأدائهم. يعني انتهت الأسئلة؟ أي أسئلة تانية؟ في واحد تفضل. تفضل تفضل سعيد. حاجات كتير يعني، حاجات كتير ونقاط كتير طبعا، كلها بتشمل اللي انت بتقول عليه دي، كل اللي انت وضحته دي النقاط بتشمل كل النقاط ديت. كل مرحلة بنفكر فيها بأفضل حاجة عندنا، فإن شاء الله نبقى موفقين في اختياراتنا وفي قراراتنا بإذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شفنا المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه كابتن حسام. طبعا مش هينفع مدير فني يا جماعه حد يقول له هتعمل ايه في المباراه القادمه، يقول له انا هنزل تشكيل كذا وهلعب كذا وهعمل خطتي كذا، اكيد السؤال بيبقى صعب جدا يا كابتن. طبعا هيقول السر، هيقول اسرار شغله. اه بالظبط. ما يعني في الشيفات لما بتيجي تعمل اكل بيقول لك سر المهنه ولا سر الصنعه والخلطه يعني. فهي كده بالظبط، هو ده شغله، كل واحد ليه مهنته، مش هيقدر ان هو يفرش لك كل الاوراق قبل المباراه ب 24 ساعه، ده شغل مدير فني واعي. انما طبعا هم الصحفيين بيبقوا بيحبوا يعرفوا تفاصيل عشان ينشروا ويكتبوا، ده حقه، بس في اسئله ما ينفعش اسالها لك، خصوصا احنا داخلين على مباراه قبل النهائي مع فرقه كويسه. وطبعا اسئله مثلا يتكلم اخبار المعسكر ايه، مين جاهز مين مش جاهز، قال لك الحمد لله كل الفرقه جاهزه، وبشكر كل اللعيبه اللي ادت اول ثلاث مباريات، انما انا عندي لعيبه ثانيه اضافه هتزيد قوه النادي الاهلي لما لعبها. فطبعا المؤتمر كان بيتكلم من ناحيه فنيه بس قليله شويه. طب انا لا انا هسالك سؤال بسرعه جدا. اتفضل. تسال الكابتن حسام في ايه تاخد منه اللي انت عايزه؟ انا هساله سؤال بس، هو كابتن حسام ممكن يضربني باي حاجه في وشي يعني. هو حبيبي لو انا مش هيعمل كده. عندنا اتنين دلوقتي، اتنين لعيبه من احسن الاتنين لعيبه موجودين في مصر، صالح جمعه عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وبعدين صالح جمعه. تمام. انا دلوقتي اتنين جاهزين جدا، خصوصا انت صالح. مرقمهم ولا انت بتقول الاتنين يعني؟ لا خلينا بالخبرات والسن. عبد الله لعيب دولي ولعيب منظم ولعيب جيد جدا واحسن لعيب في مصر السنه دي والسنه اللي فاتت. صالح جمعه اللي جاي كلنا مقتنعين بيه جدا. انا هاخد رايك الترويج في المساله. وصالح من اللعيبه الهايله وعمل اضافه في البطوله وقبل البطوله في ماتشات الدوري كانت مباراه حاسمه. حلو. صالح لعيب جيد جدا، انا عن نفسي انا يعني بقول لك صالح هيبقى نجم مصر. قول لي السؤال وبعد كده هنتكلم في صالح وعبد الله. يعني احنا بنتكلم في الثلاثي وسط الملعب المهاجم، لو كابتن حسام البدري لعب بصالح وعبد الله هيتوظفوا ازاي؟ بس ممكن يكون في ثالث، مؤمن او اجايه ووليد ازارو. سؤال حلو برضه. في تناسق يعني، في تناسق، هي حاجه محيره. انما انا بقول لك برضه يعني كابتن حسام هيعمل ايه بعد ما الكابتن ربيع. طب ما نسال الكابتن ربيع بصفته يعني مدير فني طبعا كبير طبعا جدا معانا، نساله في الجزئيه تحديدا ونرجع برضه نكمل فضل تعليقاتنا. يعني لو حضرتك عايز تلاعب صالح وعبد الله السعيد حاليا، هما الاثنين لو حضرتك عايز تلعبهم هتوظفهم ازاي؟ لا هو مش هبتدي بالاثنين. لا لو لا احنا قلنا يعني هنفترض ان حضرتك عايز تنزل الاثنين دول في مباراه. هو بص عبد الله مكانه معروف. اوكي. ما يتغيرش. تمام. لان المكان اللي مرسوم بتاع عبد الله ده ليه شغل فني عند عبد الله بس. واخد بالك، هو تحت راس حربه. بالظبط بالظبط. عبد الله اولا هو بيجي من تحت اميده عشان يجيب جول. واخد بالك؟ وبيعرف يروح فين، لانه هو ما بيجيش الهروب والجري في حتته دي متفصله عليه. انما صالح عنده، خلي بالك، عنده جري، عنده حاجه برضه زياده لانه صغير في السن. بالظبط. واخد بالك؟ وفي نفس الوقت الراجل لسه على الزيرو. بالظبط. خلينا واقعيين. واخد بالك؟ وصالح عنده ميزات، كل واحد عنده وما عندوش. فعشان كده عبد الله انا مش هتخلى عنه في هذا المكان، تحت الروس حرب على طول. دايما بياخر، لو تلاحظ عبد الله وتجيله واحده جول عن تسويب مباشر. صالح ممكن اوظفه
في اكتر من حته. انا من وجهه نظري الديفندر رجع فيها بامتياز. هو بيقول انا كده بس، هو بيقول انا كده. هو خلي بالك من ساعه ما عرفته المكان ده بالظبط، هو كان هو في كان في امبي كده، كان هو ظهر قوي في الحته دي في امبي اللي هو الديفندر المتحرر. شوف صالح جمعه في هذا المكان من وجهه نظري هيبدع اكتر، هيتالق اكتر، وهيعمل خلي بالك هيعمل الكثافه العدديه اللي انت عاوزها الهجوميه. ما في واحد من الاثنين بيزيد لقدام عشان كثافه العدديه ميت يروح ويرجع وثبت انت حسام عاشور او حسام غالي او السوليه. بص يا كابتن، هم جايبين خلي بالك عشان فريق الاعداد بيقول لي صالح جمعه بيلعب على الطرف، هو ده الديفندر المتحرك يا جماعه، الديفندر اللي هو بيتحرك على اليمين وعلى الشمال وفي العمق. صالح خلي بالك يلعب يمين وشمال برضه بالظبط، ما لعب خلي بالك في بدايه في الدوري الوسط لعب وسط يمين وسط شمال لعب. يعني احنا بنتكلم على افضله اللي بنطلع منه يعني كل ما يملك. احنا بنعرف الاخوه اللي احنا عارفين انه يلعب بالظبط في ده، لكن احنا بندور على الابداع على الاستفاده. فزي ما قلت لك الديفندر الثاني اللي جنب حسام عاشور. تمام، اتفضل يا كابتن سمير. الهدف ده انا كنت هتكلم عليه جه بالصدفه. صالح بيلعب ناحيه الشمال، يعني هاف متقدم ناحيه الشمال بيعملها بطريقه كويسه جدا، بيعرف يسحب الباك رايت او الباك ليفت عن طريقه جيده جدا من الاستحواذ والمراوغه، وبيقدر يعمل كور بالعرض. لو شفنا الجون ده ثاني هشرحه لك. بقول لك هم عارفين افكارك وعشان كده محضرين لك كل حاجه، مفيش حاجه بالصدفه، كل حاجه مدروسه والله. بس انا ما قلتلكش حاجه. فصالح بيجيد اللعب هاف متقدم ناحيه الشمال، عشان كده انا بقول لك في المستقبل ممكن عبد الله يلعب مع صالح ومعاه واحد ثاني ويدافع كويس. تمام، عشان كابتن حسام معود لعيبه النادي الاهلي خصوصا الثلاثي الهجومي يعني اللي قدام الاثنين ديفندر، يلعب بالديفندر ثابت دفاعي بحت وقدامه صالح جمعه او جنبه صالح جمعه يبقى متحرر وقدامهم الثلاثه بالظبط. انا يبقى احط عبد الله في القلب وصالح ناحيه الشمال، ومثلا اجايه او وليد سليمان او مؤمن على حسب الفوقان وحسب حاله اللعيب. ده فيما في المستقبل، يعني بقول لك الكلام ده في المستقبل. طب صالح مين الديفندر هيبقى الثابت؟ ديفندر حسام عاشور. حسام عاشور، حسام عاشور رقم واحد. انت بتتكلم من 15 سنه حسام عاشور هو في المكان ده. خلي بالك في اتنين السوليه وفي حسام غالي دلوقتي. ما انت على حسب الطريقه انت بتحط اللعيب. احنا بنتكلم في الطريقه اللي حضرتك بتتكلموا فيها. حسام عاشور مع الكلام ده كابتن ربيع؟ حسام عاشور ولا السوليه؟ حسام عاشور. حسام عاشور. بص صالح هدف امبي اتحرك ناحيه الشمال، هدف الزمالك عمله من ناحيه الشمال لاجاييه، اجاييه ريحها بدماغ الوليد جاب منه هدف الثاني. في البطوله العربيه التمريره من الشمال عملها لازار وجاب منها ضربه جزاء. كل دي لما صالح بيتحرك ناحيه الشمال بيعمل خطوره جامده جدا، عكس عبد الله بيميل ناحيه اليمين شويه او في عمق الملعب ان هو بيتوغل وبيعمل الدبل باص وبيعمل الثرو باص كويس جدا. فدي اول جون اللي انا بكلمك عليه. حمودي قطع كويس جدا وجابها جون. دي من ناحيه الشمال. لو جبنا هدف الزمالك هتشوفه عمله تشيب باص لاجاييه وجاي عملها الوليد، وليد جاب الهدف الثاني. في البطوله العربيه عمل تمريره سليمه 100% لوليد ازارو من ضربه اللي جه منها ضربه الجزاء، قدر ان هو برده ناحيه الشمال بالظبط. يعني كل دي عايز اقول لك هو مميز من ناحيه الشمال، حتى كمان لو رحنا يعني عنده برده الصفات الاراديه وعنده الهجوم الشرس من ناحيه الشمال او اليمين. فصالح دي مميز بيها، فعشان كده السؤال اللي كنا عايزين نساله للكابتن حسام طبعا بس مش هينفع، فاحنا ردينا عليه احنا والكابتن ربيع بالزبط. ان هما الاثنين هو ده احسن استغلال للاثنين دول، يا اما يلعب باثنين ديفندرات فيهم عندهم ميول دفاعيه زياده وقدامهم عبد الله سعيد وصالح جمعه يلعبوا في الحته دي كلها. هو بيلعب صالح يبقى عنده حريه الجري يمين وشمال، وعبد الله سعيد مختص ممكن بحته العمق الهجومي. كمان عبد الله عنده ميزه صالح قصدي. لو انت اتفرجت على الماتش اللي فات بتاع الماتش اللي كسبناه في اخر ثلاث دقائق نصر حسين عنده تمرير وباغت في اي لحظه الاماميه دي من نص الملعب باليمين وبالشمال. والاخوه لو يدوروا في الماتش هتلاقي عنده تمريرات كتيره جدا. ربيع هو زي ما انت بتتكلم ده برده كان هو قاطع في العمق. يعني بص قاطع في العمق الهجوم، عمق العمق الهجوم. ايوه يعني اهو ده هدف. يعني هو بيعرف زي ما حضرتك بتقول عنده حته تحرر بيعملها كويس، وعنده رؤيه في الثلث الاخير. ده بقى تستخدمه برضو في تطوير الشغل الهجومي، خد بالك اللي محتاج وسط يبقى موجود في نص الملعب عشان اعمل تمرير مباغت بسرعه معينه بفينش معين على المرمى. فمن هنا هو خلي بالك اللي يصنع لك الكلام ده من ضمن غير عبد الله صالح بالشمال وباليمين.
تمام. عنده تمريرات ما شاء الله يعني حاسمة زي عبد الله كده. تمام. يعني يا جماعة عايز أقول لكم قائمة الأهلي لمباراة الفيصلي برضو تاني هقولها لكم تاني أفكركم بيها. كابتن حسام البدري واخد معاه شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم محمد الشناوي. طبعا القائمة نازلة امبارح بس أنا بفكركم بالأسماء يعني عشان أقول لكم كمان شريف إكرامي دخل جديد الدفاع أحمد فتحي محمد هاني رامي ربيعة محمد نجيب صبر الرحيل علي معلول حسين السيد وباسم علي علي معلول وأحمد فتحي أدي اثنين كمان يبقى ثلاثة مع شريف إكرامي. الوسط حسام غالي حسام عاشور أكرم توفيق عمرو السلية عبد الله السعيد صالح جمعة عمرو بركات أحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا في الهجوم معاه كريم ندفد وليد أزارو عمرو جمال أجاييه وميدو جابر وأحمد ياسر ريان. يعني طبعا النجم الكبير عماد متعب طبعا خرج الإصابة حظه بصراحة حظه سيء يعني. قايمة تخد بأي حد بصراحة يعني كل اللعيبة خلاص جاهزة دلوقتي يعني إن شاء الله تبقى مباراة كبيرة أوي النادي الأهلي يا كابتن سمير. طبعا يعني شايف الأسماء عاملة إزاي قدام الأسماء حضرت. زادت قوة مع الأسماء اللي احنا عايزين نحييها اللي أدت ثلاث مباريات على أعلى مستوى مع أن طبعا في أول مباراة هزيمة قدام الفيصلي إنما خسروا بشرف وحاولوا بيضيعوا أهداف إنما وعملوا ماتش كويس جدا والهدف اللي جه عكس سر المباراة فأنا شايف إن اللعيبة اللي أدت ثلاث مباريات احنا بنحييها وطبعا هنشجع اللعيبة اللي دخلت القائمة الجديدة اللي عندها خبرات بنقول لهم طبعا بالتوفيق جود لك. أنت دلوقتي عملت ميكس جامد جدا كابتن حسام يقدر يعتمد على التشكيلة الأساسية وده الواضح ان هو يعتمد على التشكيلة الأساسية فأنت لما تعتمد على التشكيلة الأساسية مع الإضافات اللي اكتسبت من البطولة العربية زي إسلام محارب زي عمرو بركات زي أزارو بالإضافة للعيبة النادي الأهلي طبعا أو كابتن حسام دخلها المعسكر هتبقى فرقة قوية جدا. نادي الفيصلي أنا شايف من وجهة نظر أنه هيتعب من النواحي البدنية رقم واحد بالاضافه طبعا للنواحي التكتيكيه اللي كابتن حسام محفظ اللعيبه من اول السنه ان هو يقدر يعتمد على حاجات كتير قوي وهيفاجئ فرقه الفيصلي لان هم ممكن ما يكونوش شافوا اللعيبه دي وهي جاهزه في البطوله العربيه او غير البطوله العربيه فانا شايف ان هتبقى اضافه واللعيبه كلها جاهزه بس هي احنا عندنا هنا بس مشكله عايز اتكلم عليها احنا لو نجيب ما قدرش يلعب وسعد سمير بره السكور شيت او بره المعسكر هتبقى عندك هنا مشكله هتضطر ان انت تفضي مكان يا تلاعب محمد هاني في قلب الدفاع جنب رامي ربيعه او تلاعب باسم باك رايت زي ما هو وتدخل احمد فتحي كمساك تاني جنب رامي ربيعه. كابتن ربيع لو حضرتك السؤال ده تحله ازاي؟ اللي هو تلعب بمساك مين لو في حاله سؤال طرحه كابتن سمير في حاله غياب محمد نجيب او ان هو يشتكي من الاصابه بتاعته تلعب محمد هاني ولا مين يا كابتن سمير؟ فتحي. احمد فتحي مساك تاني جنب رامي ربيعه ولا محمد هاني جنب رامي ربيعه؟ لا اصل بدل فتحي حطيته في القايمه وخدته معايا يبقى اشتغل بيه بدل ده قاعد 100% مش ممكن فتحي اقعده يبقى انا باسم ماشي كويس وادي لفتحي لانه بيجيد القلب ده انه قبل كده لعب فاعوضه بفتحي. تمام كابتن سمير عايز انا طبعا كابتن ربيع طبعا فتحي عنده خبرات على اعلى مستوى جوكر شفناه مع المنتخب بيلعب في وسط الملعب بيلعب هاف رايت هاف ليفت ديفندر تاني بيلعب مساك بيلعب باك رايت عنده امكانيات تقدر تعتمد عليها. سمير خد نجيب معاه في القائمه بس لا احنا بنقول يعني في حاله احنا بنطرح ممكن بقى لا لا نجيب جاهز نجيب جاهز كنت سمعت ان هو يعني بيلف حوالين الملعب وبيفضلوا ان هم يريحوه المباراه وكان اجهاد بسيط يعني احنا برضو بنطرح حلول وحلو بالظبط ففتحي احتمال هو يكون البديل لو نجيب ان شاء الله يعني يتشافى ويتعافى باذن الله ويخش القائمه. تمام كابتن ربيع هل اللجوء الاساسيين ظاهره صحيه ولا ان انا ابدا باللعيبه اللي هي عايزه ومحتاجه وعطشانه وعمالين يعني يعملوا كل حاجه عشان يقولوا احنا لا ده كمان مش محتاجه بس ده ثبت وجودهم وخلي بالك هيبقى في مشكله كبيره جدا في مين الاساس ومين البديل بالظبط لا دي اصل انت قيمه الفلوس اللي بتصرفها وقيمه اللعيبه اللي بتجيبها عشان تلعب مش تجيب 15 14 جايب عندك خلي بالك اكتر من 35 لعيب حلو دي حقيقه انت لولا الاعارات اللي عاملها كمان عملت اربع خمس اعراض ويرجعوا لك اساسيين فالنهارده انت كان قاعد صالح لان ما كانش فيه وقت كبير بتديهوله لما جه الوقت تالق
احنا النهارده بنقول صالح يلعب اساسي وعبد الله يلعب اساسي عندنا بالزبط. مشكله بالزبط. هتلاقي بقى كده خد بالك قيس على كل مركز اثنين مش هنقول ثلاثه النادي الاهلي فيه ثلاثه حاليا ففي مشكله فقصدي مشكله فنيا ان شاء الله تبقى فوائدها كتيره وتقعد على الفرقه وطول عمر نجوم الاهلي كل واحد برضو يعني يلعب ما يلعبش يقعد ما يقعدش يغير ما يغيرش لاعب كوره بس حلو واخد بالك دي حقيقه ما دي الروح اللي ربنا بيكرمك بيها حلو. طول عمر نجوم النادي الاهلي بيبقوا كبار في تصرفاتهم قبل لعبهم يا اميدو فلا انا من وجهه نظري انا افكر في مباراه الفيصلي انت بتتكلم عن مباراه الفيصلي انا بفكر فيها بالنسبه للاساسيين عوده الاساسيين بس بكميه محدوده نسب طبعا يعني النسب كام يا كابتن من 10 لو انا فكرت في التشكيل بقى دلوقتي هشوف النسب لو هقعد اقول كم من 10 كم من 10 لعيبه كم من 10 لعيبه انت عندك عمرو بركات متالق جدا حالته المعنويه في السماء احرز هدف يعني يحسد على هدوءه وعلى تركيزه هدف ذهبي فعلا يعني بس عمرو تحطه بكره بديل تمام بديل واخد بالك انما انا بالنسبه للنسب ليا واخد بالك عارف النسب بالنسبه لنا بالكتير 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 قوي ثلاث لعيب ثلاث لعيب وعمرو بديل عمرو بركات عمرو بديل شايفه ليه يا كابتن بديل ليه لان خلي بالك بديل احسن ما بتديش بعمر هو ثبت وجوده لما بدا ما نهاز زي ما نزل لا كان ليه دور وليه مساحه وليه بوزيشن معين بيشتغل بيه وربنا كرمنا وسجل هدف وكان اضافه قويه جدا في لعيبه يا ميدو انت عارف ان ايه لما تكون بديل يبقى افضل ما احسن ما يبتدي وبعدين خلي بالك البديل اللي احنا بقى ايه عارفين قدراته الخارقه اللي بيشتغل بيها فنيا عشان نكسب بيها موجود حلو فما ينفعش في اتنين يعني في اكتر من واحد مكانه اساسي له شغل في بدايته يعني حضرتك النسب اللي بترشحها 3 من 10 3 ممكن 3 3 مين النسب كام اللي بترشحها يعني عشان عايز ارجع للكابتن ربيع الاضافات للتيم اللي كان بيلعب والتيم اللي راجع احنا الله يكون في عون الكابتن هتدخل كام على التشكيله اللي متواجده احنا هنقول الله يكون في عون الكابتن حسام البدري عنده فرقتين على اعلى مستوى بكل المراكز الناس جاهزه استفدت من كل الصفقات انما انا هقول اللي الكابتن حسام ممكن يفكر بيه انا شايف في كل خط ممكن يحط لعيب يعني ثلاث لعيبه او اربع لعيبه مش اكتر من كده بالاضافه طبعا لشريف اكرامي لو بيفكر ان هو كابتن ربيع يحط شريف اكرامي كاساسي برده شريف عنده خبرات وعنده قدره من العطاء وطبعا لاعب عدد ماتشات كتيره جدا انما طبعا كابتن حسام انا شايف مش هيدفع باوراقه كلها يعني بكتير قوي خمس لعيب تمام وهيعمل زي ميكس كده هينقي كل اللي تألق في الثلاث مباريات اللي فاتوا هيقدر يستعين بيهم وبخبراتهم وعطائهم الجيد اللي احنا بنشكرهم عليه بالاضافه طبعا للتغييرات زي ما الكابتن ربيع قال عمرو بركات يعتبر هو هداف الفرقه جايب هدفين من عشان كده هدف في الوحده وهدف في 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 نصر حسين دايل الهدف الحاسم وانا شايف ان عمرو بركات لما يبدا من اول السنه ويعمل فتره اعداد ويشتغل ماتشات وديه والتجانس يبقى اكتر من كده مع الشغل الفني اللي معاه هيعمل اضافه جامده جدا للنادي الاهلي. حلو كابتن ربيع احساس اللعيب بالبطوله احنا بنلعب بطوله يعني بنلعب بطوله من خمس ست ماتشات احساس اللعيب بالبطوله بيختلف يعني انا اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي حست بجو البطوله خلاص وفهمت الدنيا وعندهم الاحساس وعندهم الدافع اللعيبه اللي جت عليهم مهما كانت نجوميتهم هل الاحساس مختلف ولا اللعيبه دي تقدر تدخل في اجواء البطوله بسرعه هو دخل في اجواء البطوله من فتره الاعداد وانت جربت يعني من اول انا بتكلم عن النجوم انا من اول يوم اللي هم كانوا مريحين مريحين وراجعين في وقت معين لان انا من وجهه نظري الجانب التنظيمي في الاداريات بالنسبه للمواعيد اللي من قبل وبعد دي مهمه جدا للاعب انا هديك النهارده 10 ايام يوم 11 اليوم ال 11 في التمرين عشان قدامك 10 ايام عشان قدامك كم دقيقة عشان قدامك كم تمرين عشان لو في حالة وصولنا لقبل النهائي مبرمج نفسه والنظام النادي الأهلي بحجمه وبطولاته وتصرفاته لازم يكون الدقة الغير عادية في 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 في, 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 في النظام يا ميدو تمام فاللي أقصده إن هو جاي وعارف إن أنت قبل النهائي معناها قبل النهائي إن بطولة فلاعب النادي الأهلي مبرمج نفسه وهو دي اللي انا عايزها اجواء البطوله مش هتبقى يعني لا لانه انت بتتكلم عن لعيبه دوليه تمام مسؤوليتهم كبيره ويعرفوا عليه تركيز وهو مرجعهم ليه عشان فضل الله يكسبوا البطوله حلو قوي طيب نطلع نشوف نيبوشا مدير فني لفريق الفيصلي الاردني قال ايه
ونرجع لحضراتكم على طول. First, thank you for coming. برحب فيك وبشكر كل حضوركم لهذا المؤتمر الصحفي، طبعا الصحافة المرئية والمقروءة والمسموعة، أهلا وسهلا بالجميع. Really, I know you want to I tell something special, but how I tell from beginning, we will try to more walking than to mock, than to more speaking. برحب فيك يعني اليوم اللي هو يحكي بالمباراة، انه اول شيء احنا بنمشي وبعدين راح نخبركم بكل شيء. I driving one fast and unstoppable train. هو قاد فريق كبير الداد الفيصلي. And everyone enjoy in the travel. وكل واحد استمتع في المباريات اللي قدمناها. No one don't like to our trip stay and everyone we will do all possible and impossible to we travel continually. وكل واحد قدم وهو راح يكمل بطريقة كويسة إلى الأمام. شكرا. تفضل. بس كمل عفوا بس لا 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 هو كان اول لا انا يعني كان اول شيء يحكي المدرب واللاعب. تفضل كابتن يوسف. كابتن يوسف تفضل احكي لنا رايك عن المباراه بكره. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد مواجهه النادي الاهلي مواجهه كبيره، النادي الاهلي نادي عريق نادي كبير، النادي الفيصلي برضه نادي كبير ونادي عريق، حتكون مواجهه قويه ان شاء الله. الشباب جاهزين والكادر التدريبي والاداري جاهزين، كل الظروف ان شاء الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا. في اي سؤال؟ ما في سؤال ما لا ما فيش مشكلة. خلي المدرب سابق المدرب ونحو هذا ناخذ الميكروفون ونمدوا له. اوكي هي از بوس هير. About Bilali injury and his hope is that it's good and but about the next match with the Ahli club. About that I many time repeat, every game is a different story and for every game you must put new energy and make another preparation. And of course, we will make everything to make good preparation for tomorrow. About injury of Bilal, everyone know it's like really very bad situation for all of us. He is important player, important person, and no one cannot change him. All of us wait to he return so fast. How is possible, and we stay with him. And tomorrow also we will try to play for him. طبعا كل مباراة تختلف عن الأخرى. هو بيحضر الفريق، حضر الفريق للمباراة هاي لأن هي يعني مباراة مهمة، الفائز فيها بيطلع للنهائي. وبالنسبة للاعب بلال هو لاعب له وضعه بالفريق، وأي مدرب يعني ما بيحب يكون هو خارج الكشف.
اهلا بحضراتكم من جديد. ويعني دايما يا كابتن سمير الراجل ده بيتكلم او المدير الفني الفيصلي بيتكلم كلام منطقي جدا، ودايما هو عنده الثقه الزياده، بس الثقه بتختلف من مباراه عن مباراه. يا مستر نيبوشا، هو طبعا هو مدرب كويس، ومستر نيبوشا طبعا نادي الفيصلي كسبه او اكتسبه او فاز بيه السنه دي، لان هم قدموا فعلا كوره جميله عكس التوقع. عكس التوقعات. احنا لعبنا فرقه الفيصلي في البطولات العربيه اللي قبل كده، فزنا عليهم 1-0، فزنا عليهم 4-1، تمام، وهم فازوا علينا في البطوله العربيه هنا في القاهره مره واحده. فهو اكيد حافظ النادي الاهلي واللعيبه اللي اضافت لتشكيله النادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي اكيد هتسبب له مشكله، تمام، من النواحي الفنيه والحلول الفرديه والكلام ده كله. بيتكلم هو ان كل ماتش له ظروفه، كل مباراه بالنسبه لي صعبه. بيتكلم بكل منطقيه، هو عنده ثقه في نفسه، انما هو بيتكلم بمنطقيه وعارف قوه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. المباراه الثانيه هتبقى اصعب من الاولانيه. المباراه الثانيه هتبقى اصعب من الاولانيه لاسباب. السبب الاولاني لصالح النادي الاهلي الاضافات اللي الكابتن حسام البدري اضافها للتشكيله الاساسيه او المعسكر. فدي هتسبب لنيبوشا طبعا مشكله من الحلول الفرديه والابداع بتاع النادي الاهلي اثناء 90 دقيقه. واحنا عارفين النادي الاهلي بيمتلك اللياقه البدنيه العاليه مع الفنيات، وفرقه الفيصلي عندهم مشكله من الناحيه البدنيه في الدقيقه 80. فدي كنت عايز اتكلم عليها، ما عندهمش القدره ان هم بيكملوا 90 دقيقه بنفس قوه اللياقه البدنيه من اول ما بداوا. فدي النادي الاهلي يقدر يستغلها، النادي الاهلي بيقدر يكسب في الدقيقه 90 وقبل 90 وبعد 90. فعندهم مشكله في حته البدني او العامل البدني ان هم يفقدوا قوتهم اثناء المباراه. بالظبط، حلو. وكمان النادي الاهلي يا كابتن ربيع كمان بالاضافات اللي حضرتك ممكن تتكلم فيها وبتقول ثلاث لاعبين ممكن يدخلوا على التشكيله الاساسيه، اكيد هيدوا للنادي الاهلي روح جديده كمان حتى في الروح البدنيه كمان. حضرتك قول لي مين المتوقع من الثلاث عناصر او سميهم لي. هو انا بفكر على الثلاث ماتشات اللي فاتوا وجاهزية المكان وجاهزية اللعيبة. أنا بفكر للنهاردة لبكرة. أنا قدامي فرقة شفتها وكررتها وكسبوني وجربت مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، ومعايا مجموعة طبعا رجعت من راحات. فالمعدلات خلي بالك الفنية دي مهمة جدا في حساباتي، تمام، توفيق من سبحانه وتعالى، تمام. يعني أنا بقابل فرقة عندها جانب بدني، يبقى البدني المهاري بالمهاري، الخطط بخطط، حتى الصفات الاراضيه. تمام. ما ينفعش النهارده انا عندي ميزه كويسه جدا من فضل عليا ان لعيبتي جاهزه. حته الجهزان ده خليني متفوق، خلي بالك من الكلام اللي بقوله. حلو. جهزان تيم النادي الاهلي سبب تفوقه. اكثر استقرارا في الشغل الفني يا سمير. مظبوط. بتكلم على فنيات. مظبوط جدا. فمش عاوز اهلهل الحته دي برضه، انا عاوز احافظ عليها. اعمل اضافه بس احافظ عليها عشان الاستقرار والانسجام الفني. هو ده اللي واجد النبوغ، واجد خد بالك المتعه، واجد ايه الفوز اللي بيجي في الثواني او فهعمل ايه من وجهه نظري انا. تمام. انا هخلي الشناوي زي ما هو. الشناوي ماشي كويس جدا، وده اكسب بيه بطوله يبقى بديل رائع، ومع شريف اكرامي تحت اي ظرف. طب حضرتك دي وجهه نظرك، تفتكر الكابتن حسام بدري ممكن يعمل؟ لا انا بقول وجهه نظري انا، ما انا بسال مش تعود وجهه نظري. يعني حضرتك وجهه نظر الكابتن ربيع عسيل ان الشناوي يبدا زي ما هو. كابتن حسام بدري ممكن يعمل كده ولا لا؟ ما هو خلي بالك برضو احنا لا نعمل غيب ليه، لان حسام ممكن يكون واخد المجموعه دي كلها معاه عشان حاجه معينه. يعني قال لكن هو واخد بدل شريف هيلعبه. شريف طبعا نجم. يعني حضرتك بتقول الشناوي ده، انا بقول وجهه نظري انا، ولا عاوز اقول تشكيل حسام. لا 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 لا، وجهه نظر حضرتك انت. انا بتكلم طبعًا. يعني هو احنا بدانا الماتش اللي فات بالشناوي وباسم علي متشار. ونجيب. انا بقول لك خط الدفاع وشوف حضرتك اتغير فيه، ولا حضرتك حاطط تشكيل؟ لا اقول باسم علي، نجيب، رامي ربيعه، حسين السيد، معاهم الشناوي تحت. هتغير في الخط ده حد؟ هغير الاثنين الباكين. حلو. باسم اخليه بديل وبدل فتحي معايا ومعلول وجاهزين. ليه؟ عشان انا بجهزهم للنهائي. خلاص خدوا وقتهم وببتدي بيهم النهارده. انت لو تلاحظ الباكين ليفت صبري بدات بيه وحسين السيد، ده غير وده غير. بالظبط. فمعلول اديله لان معلول الاساسي، تمام، وبرجعه عشان النهائي. هو كمان علشان اكد على كلامك ان باسم علي النهارده اشتكى يعني من كدمه في الركبه، فعشان كده النهارده كان بيأدي تدريبات تاهيليه لوحده.
تمام أوكي. انا بتكلم على برضه انا بكلمك بفنيه اللعيبه اللي هي بره النهارده عشان برضه تعمل حساب حضرتك كان غالي ونجيب برضه غالي بيشتكي من اجهاد في الخلفيه غالي ونجيب اجهاد في الضمه وبرضه الاثنين كانوا في تمرين يعني تمرين خاص او تدريبات تاهيليه خاصه صالح جمعه خضع لكورس يعني علاجي مكثف جدا علشان نزلت البلد كانت عنده والحمد لله انتظم في تدريبات اليوم صالح جمعه ماشي تمام احنا ماشيين كده نكمل اوكي اتفضل يبقى الشناوي حضرتك هتحط مين باك يمين مع معلول احمد فتحي ومعلول ورامي ونجيب ومعلول في حاله ان مفيش اي الحمد لله اصابات ولا اي حاجه ورامي ونجيب القلب. لو في حاجه خلاص عندك اثنين زي مالك ابو سمير ونجيب لو مش لو سليم قال لك عندك محمد هاني وعندك فتحي تمام خد بالك نيجي لغوص الملعب لو رمشه تمام وزي الفل ارجع عاشور مع غالي ما ينفعش احط غالي بعد التالق ده احسن لعيب في المباراه اللي فاتت عاشور وغالي رجع ماتشين الماتش اللي فات واخد احسن لاعب حلو ودوره كقيادي حلو. وخبرات مهمة جدا وجود عاشور بيكنس وسط الملعب الدفاع له دور دفاعي مميز جدا خبراته بقت كبيره قوي قوي ولا غنى عنه في خط وسط الملعب هو احنا بعيد عشان ايه عشان راح عشان يبقى اسد لان عاشور بصراحه مسمار وسط الملعب الدفاعي اللي يقوم بكل واجباته الدفاعيه خلال 90 دقيقه امين تمام ماشي كده تمام عاوز حاجه ثانيه لا لا اتفضل كمل الاربعه اللي قدام ازارو معلوش خلاف ازارو معلوش خلاف أوكي. ماشي خد واحد ثاني برضو ده برضو تحطه ليه لان بيلعب وموجود في الوقت اللي هو اجاي بدل موجود وجاهز اوكي لان انا برضو يهمني الخط ده سمير ما نزلش عشان برضو الجري كتير وخد بالك والشغل والتحرك والتمركز والتمرير واللياقه الفنيه بتاعتي ثابته يبقى انا بثبت تلت الامامي ده عاوز بقى وجهه نظري انا مؤمن ما تديش بيه مؤمن اخليه بديل لان مؤمن حاليا مركز في حاجه تانية خالص خلاص ما احنا اخترنا اجاي انا بتكلم انا انا جاي لك في الربع اوكي تحت الروس حربه من وجهه نظر انا اخلي عبد الله وانزله واجهز بيه ليه عبد الله اديله بفتره يعني صالح ابدا بصالح بص في احسن فترات حياته اكيد انا معاك جدا انت فاهم قصدي انا بقيس الجانب الفني خلي بالك مش بالاسماء انا بقول لك معطياته ايه عشان الحته دي تمام وخلي عبد الله معايا عبد الله نعمل ايه يعني اللي كان بتعمل الاول كان صالح بينزل وعبد الله بيبتدي لا خلي النهارده صالح هو اللي يبتدي وعبد الله نزله في وقته المناسب عشان تفنش بيه حلو يعني وقفه حلو قوي وقفه حلو قوي لانه بعيد ماشي لان بتقابل خلي بالك فرقه شرسه دفاعيا هيتعبونا واخد بالك ارينا معاه مدرب فاهم هم لعيبه عندهم روح قتاليه عاليه جدا لسه الفورمه بتاعت عبد الله ما جاش واللعيب اللي ما عندوش فورمه ما عندوش لياقه ما عندوش ممكن يحصل له حاجه في اي وقت اكيد تمام اكيد خد الثالث بقى حمودي اتفق معاك جدا حلو قوي ليه ما انا بقول لك ليه ما كنتش مؤمن عشان مؤمن كان برضه بس مؤمن خلي بالك ليه حاجات كويسه جدا مؤمن حاليا مركز في حاجه ثانيه فخليه بديل معايا ينزل في اي وقت مركز في ايه؟ ما عاوز يخرج وعاوز يحترف ما احنا عملنا البد خلاص فقصدي هو حقه ورب مؤمن حقه بس لعيب كبير خلاص يعني فنزل خليه كفاية. وابتدي نوقفه وربنا يوفقه يعني هو القرار اللي اتاخد ان باب الاحتراف مقفول بالضبه والمفتاح يعني اللي عايز بقى يحترف ربنا يا رب يكرم كل لعيبه النادي الاهلي تحترف في احسن الانديه بس ان شاء الله بعد البطولة الأفريقية وتفرحوا جماهيركم كده وإن شاء الله تحترفوا حتى في برشلونة والريال حتى كمان يعني كابتن سمير كابتن ربيع قال تشكيل من وجهة نظر الشناوي وأحمد فتحي رامي ربيع نجيب علي معلول عاشور وغالي وحمودي وصالح جمعة وأجاييه وأزار شايف تختلف مع كابتن ربيع في كم عنصر في دول العناصر اللي قالها كابتن ربيع طبعا كابتن ربيع معلش البديل لنجيب عشان برضه نجيب ما احنا قلنا في اتنين يا فتحي كابتن حسام النهارده في المؤتمر الصحفي لما اتسال عن بديل نجيب قال ممكن محمد هاني واكرم توفيق يا جماعه واحمد فتحي او محمد هاني هو بص فتحي بدل موجود هيحطه وبس في فورمه كويسه تمام يبقى زي الفل طيب يبقى احنا قلنا لو نجيب مش موجود هيحط احمد فتحي احمد فتحي ويروح باسم بكر الزمان اتفضل يا كابتن سامي هو طبعا زي ما قلت من شويه وكابتن ربيع واتكلمنا في حته التشكيل والاضافات والكلام ده هي حاجه محيره بيني وبينك يعني انت بتتكلم في مجموعه كانت واخده راحه اتعمل لها برنامج مكثف من النواحي البدنيه وقدرت ان هي تخش مع الفرقه بسرعه وهم اساسا جاهزين يعني هو 10 ايام بس انت لما يحصل لك دروب ال 10 ايام برضو وتعمل احمال يعني بتعمل قوه وسرعه ويعني الشغل البدني المعروف دوت وبتيجي بتخش على فورمه الماتشات مره واحده
بعد 10 ايام او اسبوعين بتبقى يعني بالنسبه لنا بتبقى يعني مجازفه اوكي او صعبه شويه اوكي. فانا شايف ان الكابتن حسام هيعتمد على 70% او 80% من الهيكل الاساسي لتيم نادي الاهلي. قول لي تشكيل. يعني انا شايف ان ممكن يلعب اكرامي اكرام وعلي معلول ناحيه الشمال. لا يعني ده تشكيل من وجهه نظرك ولا تشكيل الكابتن حسام؟ وجهه نظر انا. اوكي. الكابتن حسام ممكن يغير نص دول انا يعني في يوم وليله. ايش يبقى اكرامي؟ اكرامي ومعلول ناحيه الشمال، رامي ربيعه، فتحي او هاني زي ما احنا متفقين، او كابتن ربيع او نجيب. تمام. باسم علي بالظبط كده. تمام. اتنين ديفندرات لو حسام غالي ما اشتكاش من الخلفيه او الاجهاد اللي عنده هيبقى السوليه وحسام عاشور، هيبقى مؤمن سليمان. طيب لو حسام غالي هيلعب، بس انا بس متكروتني في الكلام. لو غالي هيلعب مفيش حد مصاب. حسام غالي وحسام عاشور. طب حلو. حسام ماشي. من افضل اللعيبه اللي موجوده في البطوله. ماشي طبعا. وعامل مجهود كبير جدا. طيب. وحسام عاشور لا غنى عنه في وسط الملعب. تمام. مع احترامنا طبعا للسوليه، لعيب جيد وكل حاجه، انما بنميل للافضليه في الوقت الحالي. تمام. التلات هافات المهاجمين هيبقى مؤمن ناحيه الشمال وعبد الله في القلب واجاي. مش اجاي. مؤمن مش اجاي. مؤمن وعبد الله واجاي. مؤمن. اوف انت مغير ده. مغير كلام الكابتن ربيع خالص. انا هقول عبد الله. يعني حاجات بسيطه. راس حربه صريح هو وليد ازار. انا قلت كده ليه؟ لان هم الكابتن حسام قعد صالح ازاي يا كابتن سمير بعد الفورمه العاليه؟ ما هو صالح بنقول كل الاحتمالات ان حسام عنده اجهاد. قول لي ليه؟ يعني لا مش انت بتتكلم دلوقتي ان صالح سليم وما فيهوش اي حاجه. لا انا لو صالح عنده برد ومش هيقدر يلعب، صالح سليم او تعافى خلاص. ممكن برضو نبدا بالثلاثه. هقول لك ليه. قول لي ليه. مستر نيبوشا طبعا المدير الفني عنده زياده عدديه في نص الملعب وناس مقاتلين. لو شفنا كام لقطه كده اول ما النادي الاهلي بيستلم الكره في نص الملعب بيضغطوا ضغط رهيب. ضغط عايز اقول لك متعودين عليه. وبيفسدوا اي هجمه. عنده خمسه في وسط الملعب. لو لعبت في صالح وعبد الله نص الملعب كده هيتفتح شويه بظروف المباراه دي بالذات. انما انا عندي مؤمن اتعود على الطريقه بتاعت الكابتن حسام، بيعمل ارتدادات سريعه نص الملعب، بيعمل زياده عدديه. عبد الله بيعمل نفس الشيء. اوجيه مميز فيها ان هو بيجيد الدفاع والهجوم. فدي هتتناسب مع طريقه لعبه فريق الفيصلي. كابتن حسام ممكن يكون ليه هدف لكده. لو لعبوا الدفاع متاخر ممكن يلعب صالح في اثناء المباراه وهي شغاله السيناريو، لما اثناء المباراه وكده ممكن يلعب صالح مكان مؤمن. ودي دي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها انا وكابتن ربيع، ان هو ممكن يلعب بصالح وعبد الله يزود النواحي الهجوميه. احنا شفنا ماتش حسين داي الشوط الثاني قبل ما نجيب الجون لعبنا ب 4-1-5. الخمسه كانوا بيلعبوا ازاي ما تعرفش. دي ميزه النادي الاهلي لما بيعوز يكسب ويعايز يجيب جون ممكن يهاجم بخمسه سته. بس انا عايزين نلغي من دماغ الساده المشاهدين دلوقتي في الفتره الحاليه ان صالح لعيب ما يعني الحاله الدفاعيه عنده قليله. صالح عامل حاله دفاعيه ولا اروع من كده في مباراه اللعبه. لا احنا بنتكلم في الهجمه اللي فاتت خمس دقايق مع الولد وعطله. صالح بيجيد مركزين يا كابتن ربيع، بيلعب انت اكتر واحد عارفه، بيلعب ديفندر تاني جنب حسام عاشور او حسام غالي او السوليه بيجيدها، او بيلعب هاف على الاطراف كهاف رايت او هاف جوكر بيلعب في كل مساحه. فاتعود دلوقتي وبقى دي ميزه زياده عنده، بيعمل نواحي هجوميه والحلول الفرديه كويس جدا. صح. دلوقتي مع كابتن حسين البدر انا بقول لك صالح جوه بيعرف يدافع. ودي ميزه. بيدافع. ودي ميزه مفيش هزار. وليد سليمان اول ما جه النادي الاهلي ما كانش بيعرف يعملها، ابتدى يعملها بشكل كويس جدا. بتشوف وليد ومؤمن كمان بيجي بيدافع داخل ال 18 النادي الاهلي. فكل ده على حسب الطريقه اللي المدرب بيفرضها للاعبين. صحيح. بيقدر يعودك على النواحي الهجوميه كويس جدا والزياده، وتقدر تضغط هناك وليك حلول فرديه، بالاضافه كمان الارتداد السريع لنص الملعب ان انت تقفل وتقدر تقطع الكره من الخصم. صحيح. تمام. طيب يعني احنا من فين قلنا الفيصلي، يعني مع احترامي الكبير طبعا ليهم، يعني فين قلنا الفيصلي كان ملتزم جدا مع النادي الاهلي في المباراه الاولى؟ والنادي الاهلي راح بانفرادات وراح بفرص وكميه فرص ضايعه يعني مش طبيعيه، في نفس الوقت اللي الفيصلي راح على الاهلي بكره غلط حط جون في الاهلي، وكمان فرصه عشان بس نبقى يعني الفرص بالظبط الكره اللي طلعها الشناوي من منطقه الست يارد. ليه قيمنا الفيصلي ان هو فريق؟ لا انا قلت هو فريق قوي لازم تحترمه. وحسام اتكلم قال لك ده كل لا احنا بنتكلم يعني كابتن حسام لازم يقول كده كمدير فني زي لازم يقول كده. ايوه ليه بقى كابتن ربيع؟ لانه عنده ايجابيات مش وحشه.
وانت بتفصل دلوقتي انت كل مشكلتك حاليا التلت الامامي. ازاي اروح اجيب هدف في التلت الامامي؟ احنا بنروح بس ازاي اجيب هدف؟ ما طبعا أوكي. عنده اكيد هو لو ما كانش كويس هيبقى كويس لان هيعمل لك كثافه دفاعيه كبيره جدا طول الوقت في وسط الملعب والتلت الاخير بالعشر بحداشر لعيب. فمن هنا انا بختار خلي بالك اللعيب اللي يقدر يحل لي الكثافه الدفاعيه الكتيره. الالغاز دي اللي موجوده دي لازم يبقى عنده حلول فرديه عشان انت كده اخترت حمودي واخترت اجاييل اللي بيعرفوا يعدي واحد غير الفرديه جاهزيه. يعني انت خلي بالك النادي الاهلي ليه بيسجل الهدف اكتر فريق في الدوري بيروح وبيسجل؟ لانه بيحافظ على الكوره ما بتضيعش منه وبيعتمد حسام البدري على الكثافه الهجوميه اللي هي تحافظ على الكوره استحواذ تمرير تمركز تحرك هدف. ده التلت الاخير خلي بالك انا بتكلم في النهايه بتاعك. لا 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 اصل مصلوح عمال بيركز معايا الجول الوحيد اللي جه في الفيصلي جه من ضربه او جه من ضربه راس. انا بتكلم في النهايه بالظبط. فعشان كده انا بقول الاجهز حمود زي ما انت قلت التوغل وبعدين كمان التوغل في التلت الاخير. لو انت ما عندكش توغل فردي ما كنتش جبت جول في الماتش اللي فات بالظبط. خد بالك بالظبط. بص بص بقى توغل لمتعد بكعبه بص بعمر بلمسه ده تمرير تحرك استحواذ بجول هو ده التلت الاخير. فانا قصدي ان الفريق هيدافع مش هيهاجم مش هيفتح معاك هيفتح على فترات. هو ما فتحش اصلا في المباراه الاولى في الافتتاحات الاولى هيفتح في على فترات هو هيحترم الاهلي هيدافع كتير جدا جدا وهيبقى في معركه ثنائيات معركه فنيه في مباراه كره قدم مش معركه في ثنائيات وفي نفس الوقت هو عارف النادي الاهلي ان اخطر واوقاته بالكوره وخاصه لما يكون في التلت الوسطاني وبعد كده يطور روح التلت عشان يسجل هدف. تمام تمام. يعني ده الهدف اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه اللي اخترق يرجعه من الاول يا ريت يرجعه برضو يعني. طيب كابتن سمير كمونة يعني بعد الفاصل هسألك برضو عن ماذا في جعبة الفيصلي لتقديمه امام النادي الاهلي. مباراه صعبه جدا اعتقد ان هو نجا باعجوبه مباراه الاهلي في المباراه الافتتاحيه. بعد الفاصل هنسال كابتن سمير كمونة عن ماذا في جعبه المدير الفني لفريق الفيصلي وايه اللي ممكن يقدمه جديد في هذه المباراه التي لا تقبل اسم على اثنين. بنعرف النادي الاهلي وكل بيعرف النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير له تجربه، نادي عتيد، نادي اكبر نادي في مصر، كل المصريين بيحبوا الاهلي. وكنا نقابل لو قابلنا النادي الاهلي كنا حنقابله بنفس العزيمه وبنفس يعني ما نتمناه. النادي الاهلي يعني كل الناس شايفينه نادي كبير ونادي القرن زعيم افريقيا، النادي الاهلي بيمثلنا شقيق مصري زعيم الكرة الأفريقية بإنجازاته. الأهلي فريق ما عنده لاعب زيه زي الفيصلي اسم، أي حدا بده يلبس شعار الأهلي بده يكون مسؤول بغض النظر عن يعني بجوز ميولي الشخصي. أنا من زمان للكابتن حسام غالي يعني كابتن لعيب الاهلي المصري كالترجي، معناها ما التحليل ما 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 ينجمش يكون على مباراة او على ظرف. فرق كبيرة الترجي والاهلي تاريخ كبير في كرة القدم في افريقيا ومن معناها حتى عربيا. فنعتبر نادي الاهلي ونادي الترجي اصدقاء قبل كل شيء. الصداقة هذه ما هيش مبنية على الادارات او معناها النوادي فقط بل حتى الجماهير. انا نعرف اللي جماهيرنا وجماهير النادي الاهلي في تواصل كبير وفي تقارب كبير ما بيناتهم. النادي الاهلي يعني نادي تربطنا فيه علاقه طيبه، علاقه قديمه.
كما تعلم ناديين عريقين تأسسوا من 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 فترة طويلة يعني. بالنسبة للنادي الأهلي حتى أنا بتذكر مرة في مشاركة للنادي الفيصل في بطولة النخب العربية، كان هنالك في مباراة أولمبيك إذا فاز على الفيصلي أخذ البطولة، أيامها إحنا عطلنا نادي أولمبيك وأهدينا البطولة للنادي الأهلي، فالعلاقة طيبة مع أخواننا النادي الأهلي وإن شاء الله ستبقى طيبة إن شاء الله. حضراتكم من جديد، دي كانت اراء الفرق اللي صعدت الادوار النهائيه في هذه البطوله، واتكلموا عن النادي الاهلي يعني عارفين قيمه النادي الاهلي بصرف النظر عن كل المغرضه اللي دايما بتشكك يعني في هذا الكلام. كابتن سمير، شفت الكلام بتاع المسؤولين عن الفرق الاربعه اللي ظهروا او اللي وصلوا لادوار النهائيه في البطوله، وبعد كده ندخل في السؤال بتاعنا. طبعا بنشكر طبعا اولا قناه النادي الاهلي اللي هي غطت كل اللقاءات على كل مندوب من الفرق اللي وصلت لنص النهائي، فطبعا دي حاجه راقيه جدا. اولا تنظيم البطوله العربيه هنا حاجه مميزه وحاجه رائعه، بنقول طبعا احنا مبسوطين وسط اشقائنا العرب في كل الفرق، حتى الفرق اللي خرجت بره البطوله كلهم طبعا عرب واخوه، والتجمع هايل، بقول ان هو ناجح بنسبه 99%. حلو، ان شاء الله باذن الله 1% الاخير ان هو تطلع النهائي على اعلى مستوى، يكون في جماهير ونقدر ان احنا ان شاء الله نعمل بطوله كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى سؤالنا بقى اللي سالناه قبل الفاصل، ايه اللي عندهم جديد او فريق الفيصلي تحديدا لتقديمه او لتقديمه قدام النادي الاهلي ان شاء الله؟ مستر نبوشة طبعا زي ما انا قلت لك من شويه مدرب جيد، خد كاس ودوري مع الفيصلي، تمام، وعمل تيم جديد، تيم متناسق يعني متوازن، عنده لعيبه كويسه بيقدر يعتمد على بعض اللعيبه الاجانب خصوصا لوكاس سيمون البولندي، بيعتمد عليه من خلف دومانيك السنغالي، ومن وراهم طبعا كالعاده في مهدي وفي اكرم الزاوي وفي طبعا انس، لعيبه ممتازه وبيقدر يعتمد عليهم في وسط الملعب، بالاضافه طبعا للفرودين الاجانب. انا شايف في بعض اللقاءات اللي قالها مستر نبوشة ان هو عامل حساب للنادي الاهلي ان هو تيم كبير وتيم تقدر تتعامل معاه في الملعب بس بصعوبه، فهو هيقدر مستر نبوشة ان هو طريقه لعبه هتبقى مختلفه شويه. هو بيلعب ب 4-1-4-1، انا من وجهه نظري في مباراه بكره قدام النادي الاهلي مش هيقدر يلعب بالطريقه دي ان هي بتميل للهجوميه شويه، هو هيقدر يعمل زياده عدديه، هيلعب ب 4-3-2-1 لان هو يمتلك بعض العناصر اللي عندها سرعات زي ما انا قلت في مهدي وفي اكرم الزاوي لو لعب، بالاضافه طبعا للوكاس سيمون ودومينيك السنغالي ان هو قدر ان يجيب هدف ملعوب بيخترق من العمق من لونج باص، بيبقى محطه يقدر يريح حاله، بيعتمدوا عليها وبيعتمدوا على النقل والمساحات وخلق المساحه في وسط الملعب، فهم بالفعل فريق جيد وفريق شرس، وانا شايف المباراه هتكون صعبه تكتيكيا من الفرقتين، لكن النادي الاهلي بالفروقات الفرديه والابداع وبعض اللعيبه اللي عندها حلول زي عبد الله لو بدا او صالح او دومينيك وسرعه وليد ازارو هتسبب مشكله لفرقه الفيصلي الاردني. تمام كابتن ربيع، يعني في نجم جديد يعني انضم للقائمه يعني ما اتكلمناش عليه وهنشوف حظوظه مع كابتن حسام البدري شكلها يبقى عامل ازاي، احمد الشيخ النجم القادم من مصر المقصه بعد فتره الاعاره. بص انا من وجهه نظري ان في لعيبه كثيره جدا واخدها حسام البدري معاه عشان يجهزها معاه في معسكر المباراه. تمام. انت خلي بالك انت عندك العدد بتاع اللعيبه، ركز معايا لان العدد 29، في 11 لعيب هيبقوا بره. حلو. في 11 لعيب. حلو. انا من وجهه نظري ان هو واخد معاه احمد الشيخ عشان يجهزه. يعني مش ممكن يتحط في ال 18؟ بص هنتكلم في شقين مهمين جدا. قول لي. أول حاجة الجانب الفني. تمام. هل الجانب الفني
احمد الشيخ اجهز من المجموعه اللي لعبت؟ ادي واحد. تمام. اصل انا مش معلش حضرتك يعني جاوبني. ما انا بقى اهو بقول اجهز من المجموعه اللي لعبت الفتره اللي فاتت بثلاث ماتشات. ادي واحد. انا بعمل جزء فني عشان اخدم بيه الفرقه واكسب بيه مباراه وببعد عن الاسماء شيء والجهزان شيء، الجهاز الجانب الفني. انا في التلت الاخير التلت الامامي واخد بالك بحتاج حاجات كثيره جدا. احمد الشيخ ده احسن لعيب السنه دي من وجهه نظري في الدوري. تمام. لكن انا بتكلم على محتياط لازم تكون عنده عشان احطه على الاقل احتياطي ما ابتديش بيه. فهو هجهز ما افتكرش. ثانيا انت بتعتمد على زي ما قلت التمركز على تمرير استحواذ جري واخد بالك مسانده. هل عنده خمس ست سبع ثمان حاجات دول؟ لا بعيد لانه بعيد لسه ماخد اجازه ورا جواز والحاجات دي كلها. فزاد الجانب العدلي حته العدل دي مهمه جدا. العدل انا ما ينفعش اخد على حساب واحد لا 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 في واحد تعب وشيء واشتغل وكسبني. هل ينفع النهارده مثلا عمر مركات ده في الظروف دي اللي هو كسبنا الماتش اللي فات ممكن ما يبتديش بيه من الزحمه والنجوم. انت واخد بالك يا بس هو الراجل احنا قلنا خلاص تغييره افيد من بدايته. لان في واحد تبتدي بيه في واحد تخليه معاك بقى على الدكه ليه وقت معين. وشفناها على مستوى البرازيل واخد بالك. تمام. ادي احمد الشيخ وجهه نظري في احمد الشيخ. حلو. كابتن سمير تحب تعلق على موضوع احمد الشيخ؟ احمد الشيخ لعيب اضافه ومكسب للنادي الاهلي. وعلى فكره لما النادي الاهلي بيطلع لعيب اعاره بيبقى ليه اهداف. واهدافه ان هو يجهز اكتر ينشف ياخد خبرات. كل دي انا بكلمك بلغه الكوره. طبعا استفاد منه جامد جدا نادي المقصه وقدر ان هو يرجع للنادي الاهلي تاني. رجع وهو هداف الدوري فورمه عاليه جدا. انا شايف ان هو هيبقى اضافه للنادي الاهلي من اول السنه زي ما اتكلمنا عن عمرو بركات. اللاعب برضه يا ميدو عايز اقول لك لما بتلعب مع النادي الاهلي من اول السنه وتاخد فتره اعداد كامله وتاخد عدد ماتشات وديه التجانس بالاضافه للجانب الفني والبدني عندك بيوصلك لمستوى هايل. تمام. فانا شايف الفتره اللي جايه ان شاء الله الشيخ يعني مش هيبقى ليه دور في مباراه بكره؟ لا مباراه بكره هيبقى صعبه ان هو المساحه من الوقت اللي هو ريحها مفيش تجانس مع الفرقه ومش هيبقى يعني اضافه يعني سريعه. هيبقى على المدى البعيد افضل. انا شايف ان هو ممكن بعد البطوله يبقى في افاده للنادي الاهلي. حلو. وجهه نظري. يعني حضراتكم اتفقتوا على احمد الشيخ بالرغم من قدراته وحضراتكم شايفوا ان هو كان احسن لعيب في الدوري السنه لكن هو لسه سنة. عدم جاهزيته لا تؤهله للانضمام حتى لل 18؟ انا من وجهه نظري زي ما قلت لك احسن لاعب في الدوري السنه دي احمد الشيخ. ما عندوش اميدو حاليا اللي يخليه يبقى موجود معايا في ال 18. في ناس اجهز منه فنيا هتقدر تواجه هتقدر تنفذ هتقدر تشتغل زي ما انا عايز هتقدر تتوغل تروح على الجول هتقدر تجري هتقدر تتحرك. وبيفقد الحته دي حاليا دلوقتي. لكن احمد الشيخ له دور من البدايه ومهم جدا خلي بالك ان احمد الشيخ يعمل فتره ذات كويسه عشان دي اللي هتوقفه طول الموسم. فمن وجهه نظري ملوش دور خالص بالنسبه لماتش بكره او النهائي لو وصلنا. طب هو كان بيلعب ماتشات المقصه في الاخر يا كابتن ربيع. أوه. الفتره بقى اللي هي فتره جوازه والحاجات دي ممكن تاثر عليه بدنيا حتى لو رجع عمل فتره اعداد مصغره مع اللعيبه المستبعدين مع النادي الاهلي. صحيح. هو عمل فعلا فتره. هو يعمل مصغره لان الاجازه اللي خدها قليله قليله جدا. بس 10 ايام بس خد 10 ايام زي الناس بس خد بس هو كمان جه متاخر يعني هو دخل عليهم متاخر انه قعد فتره الجواز 4 5 ايام تقريبا. لكن دوره جاي باذن الله تعالى. انا من وجهه نظري لما بتكلم بعين وبعقل وبخبرات كمان في كمان عندك خلي بالك ده احنا بنتكلم واحنا عارفين ان حسام البدري بيعتمد على الخبرات ده حسام فكره احنا قاريين بس من كل واحد قال فكره. انما خلي بالك حسام لا يميل للمغامرات ده يمكن اول مغامره عملها من ساعه ما بدات المغامره اللي فاتت بتاع بركات. خلينا واقعيين احنا عارفين فكره حسام وشغل حسام خد بالك والحمد لله ان الشغل الحمد لله بامتياز لكن عارفين شخصيته وفكره وبيدير ازاي وبيشتغل ازاي وتغيراته ازاي فهو دايما بيعتمد على اصحاب الخبرات خبرات من طول الموسم. طب يا كابتن ربيع لو لعيب زي احمد الشيخ عندك لعيب مميز جدا في الواحد ضد واحد ممكن يجيب لك جون في جزء من السنه حتى ما تستعينش بيه حتى لو في ربع ساعه. بص خلينا شوف انا مدرب يعني انا بدي لك كل الحلول ماشي مهما تديني وانا برد عليك بقناعه واخد بالك تمام وبفنيات تمام
وبشيء بجزء مهم جدا في 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 الاعداد العدل بتاع الله. تمام. قبل العدل الفنيات. هو انا مثلا عبد الله بركات ده عمرو بركات مش جاهز؟ واخد بالك؟ هو انا النهارده ده عندي توفيق مش جاهز؟ هو انا عندي خلي بالك اسلام محارب ده مش اجهز؟ هو انا عندي مش عارف خد بالك اسماء الاسماء كتير نفذ انا بدور على الشيء اللي يخدمني قدام فرقه هتلاقيها قدامها صعوبات. تمام تمام. طب تعالوا نشوف هدف الهدف اللي دخل في الفيصلي، الهدف الوحيد دخل في الفيصلي هدف الوحده، ونشوف ممكن الاهلي يتعامل مع هذه الثغره الدفاعيه ازاي. واكيد الاهلي طبعا غير الوحده طبعا اكيد عنده فرص وحلول كتير. اتفضل كابتن سمير عشان تشوف الهدف ده للاعب مراد بتنا. لو جبنا الهدف من اول طبعا فرقة الوحدة يعني كروس هايل الحقيقة، يمكن استغل الاطراف وقدر ان هو يعمل ترقيصة على اعلى مستوى واوفر عايز او كروس يعني عالمي. هو الميزة هنا ان الفرود اللي جاب الجون خدها من اعلى مراد بتنا. مراد بتنا يعني لعيب هايل خدها من اعلى نقطة. فلما تاخد الكرة من اعلى نقطة هنا بتضايق الراجل المساك بتاعك، وممكن المساكين بيلعبوا من الثبات مش من الحركة. وبعدين او ما عملش في اربع مدافعين في ال 18 لكن ما فيش رقابة مان تو مان. يعني في كابتن ربيع برضو حضرنا في ستة هم في ال 18 وفي اثنين بس باللون الابيض لفريق الواحدة. بالرغم من كده يعني اللاعب مراد بتنا احرز هدف في وسط كل هذه التكتلات. ما هي الرقابه الدفاعيه دي رقم واحد ان داخل ال 18 تبقى مميز بيها، ان انت تاخد كل الكرات العاليه وتلعب الماني ويبقى في مسافه قصيره داخل ال 18 طول ما انت سايب مسافه على بعد مثلا بص كم واحد بعيد. فطبعا لا التمركز غلط والرقابه طبعا خطا، وان اللاعب بيرجع ومش شايف الخصم في ظهره. انا لازم الف وشي يعني للكوره وللخصم، يبقى كتفي مع الخصم وعيني على الكوره عشان اقدر اتعامل مع الخصم ومع الكوره. فده خطا من التمركز الدفاعي ومفيش رقابه دفاعيه. كابتن ربيع اللي عايزه. تمام كابتن ربيع. حاجتين اتفضل. الجانب الدفاعي الاول ان هم يعني انا قلت اعلى درجات التركيز مهمه جدا في انهاء الهجمه، ادي واحد. ان هم برضو عندهم جزء من فترات المباراه عشوائي دفاعي. الدليل زي ما انت حاولت تشوف كم فرقه زرقاء في وسط اثنين وتجاب. ثالث حاجه الجانب الهجومي بتاعنا لازم بكره بامر الله نعتمد على الكروسات وازاره بدماغه، لان واضح جدا ان هم في الحته دي ضعف جدا فيها. تمام. يعني هقول لك ايه اللي ممكن يا كابتن ربيع يعني الاوراق الرابحه بكره ان شاء الله هتتمثل في مين، والكابتن حسام بدري فكره ايه من اول مباراه؟ هو فكره الطريقه طبعا ادي واحد. التشكيل. ممكن يغير الطريقه ولا 4-3-1؟ لا ثابته. التشكيل والطريقه وهاجم ازاي 4-2-3-1 واخد بالك؟ 4-1-4-1 زي ما احنا قلنا بقى بيوقف الاربعه قدامهم عاشور. المثلث الثلاثي ده واقف طول المباراه اللي هو نجيب ورامي وقدامهم عاشور. والسبعه اللي بيشتغل بيهم. تمام. الاثنين بيتوغلوا مع ما عندك ميزه ان الباكين دايما عندهم فكر هجومي عشان كده في خطوره كتير جدا. السبعه طول الوقت بيهاجم بيهم واخد بالك؟ والرباعي الخماسي بقى الخماسي الهجومي اللي هو عنده ترابط، ميزه هنا ان عنده ترابط في التلت الاخير زي ما قلت بيحضر في استحواذ في تمرير في تحرك في تمركز في توغل في اهداف. انت بتعتمد برضه على الكورسات. العمق زي ما قلنا عندنا صانع العاب صالح او عبد الله بيروح كويس قوي وفي الوقت المناسب بيقف ويتوغل في المكان المناسب. المكان ده عنده تمرير واخد بالك وعنده سيطره بيروح بيها وعنده تصويب مفاجئ. فالحلول كلها من فضل الله في الثلث الاخير. ده فكر حسام. نسبه الاستحواذ مهمه جدا عنده، نسبه التطوير من وسط الملعب انك تحافظ على الكوره، ان خلي دايما انا وانا قاعد اعرف فكر حسام. حسام دايما يقول للعيبه ما تزهقش، خلي الكوره في رجليك، زهق اللي قدامك، خلي الكوره في رجليك. دي حاجه صحيه جدا طبعا. ما هو انت خلي بالك ما انت عاوز حلول. فممكن تلاقي مثلا ايه العشرة واقفين هضيعها ولا احافظ عليها؟ ما ده سر من اسباب تفوق لاعبي النادي الاهلي يا عبد الحميد، ان اللي بيحافظ على الكوره. وفي الاخر بقى عندك الثوابت، في ثوابت بعتمد عليها واخد بالك، في تصويب بعتمد عليه، في الزيادات واخد بالك، في الحلول، في الكروسات، في التسويق، في حاجات كتيره جدا في التلت الاخير. في المهاره، المهاره النهارده الفرديه بيبقى ليها حل من الحلول الوقتي في الازمات واخد بالك. فده النادي الاهلي ده فكره. الدفاع طبعا هو دايما
عنده تحفظ دفاع ما يدخلش فيه بالزبط. ما يدخلش فيه بالزبط. ما يدخلش فيه نقلل الاخطاء ما يدخل... هو ده فكره الكابتن حسام. احنا حافظينه وعارفينه طبعا واخد بالك لان الحمد لله احنا متابعين جيدين للمباريات وفي نفس الوقت يعني عندنا فهم فني في الطرق وفهم فني في الملعب خد بالك. فادي الكابتن ده فكره وان شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا باذن الله. كابتن ربيع الماتش يعني او لا ماتش صعب ولا ماتش سهل؟ لا صعب صعب. كابتن سمير دكه جامده جدا هتكون بكره ان شاء الله النادي الاهلي. تفتكر مين الاوراق الرابحه على الدكه اللي ممكن تنزل تعمل او تصنع الفارق؟ رقم واحد اسلام محارب له دور كبير جدا لعيب مكسب صفقه ناجحه كابتن حسام يعتمد عليه. فكرني بوليد سليمان اول ما جه النادي الاهلي بقوته وسرعته. انا بقول وليد سليمان رقم اثنين في النادي الاهلي. ما طبعا وليد نجم كبير وكسبنا ماتشات كتير انما هيبقى اضافه مع وليد وهيبقى اضافه في مباراه بكره ان شاء الله. كمان عايز اقول لك في ممكن يكون عمرو جمال موجود ممكن يقدر يستغله الشوط الثاني لان في ظل غياب عماد متعب يقدر يستغله كورقه من النواحي الهجوميه. طبعا الكابتن حسام تملي بيحب يغير المهاجمين في الدقيقه 70 او 75 وفيما بعد. فطبعا كل ده طبعا ورقه رابحه عمرو جمال من الفراوده كويسه لان هو ممكن يستفيد منه بنقطه ضعف اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه تمركز الدفاع الخاطئ او عدم الرقابه داخل ال 18 فيقدر يستغل كفرودين وإيدا زاري بيلعب دماغه كويس عمرو جمال بيلعب دماغه كويس لو شغل اطراف عن طريق معلول وطريق احمد فتحي لو متواجد هيبقى قوه ضربه جامده جدا في الشوط الثاني ان كابتن حسام معظم الماتشات ان هو بيهاجم بشراسه من الدقيقه 75 لحد اخر مباراه بيحب يشغل الاطراف ويشتغل من عمق وبيهاجم بشراسه ودي فعلا بتبقى حاجه ايجابيه للكابتن حسام وكسب منها ماتشات كتير كسب منها ماتشات كتير واخرها ماتش حسين ضاي الهدف الرائع اللي احرزه عمرو بركات. تمام. مباراه صعبه ولا سهله؟ مباراه صعبه لكن الاهلي ليه الافضليه ان هو يحل اللغز عن طريق الاستحواذ اللعب الجماعي خلق المساحه في نص الملعب عنده اللعيبه وعنده المقاومات ان هو يقدر يعدي بر الامان بالمباراه ويفوزها بخبرات لعيبته وانا شايف ان النادي الاهلي هيقدر يحسم المباراه بدري عشان كابتن حسام حفظ فرقه الفيصلي يقدر ان هو يخلص المباراه. هي مباراه صعبه لكن كافه النادي الاهلي هي الارجح ان هي تفوز بالمباراه. شرفتنا ونورتنا يا نجم. ربنا يخليك كابتن. كابتن ربيع شكرا دايما بتشرفني وبتنورني. شاكرين جدا. شكرا ليك يا رب. يعني وقتنا معاكم خلص دايما بتشرف بيكم. مع الف سلامه.